بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي، وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هيكون ختام بطولة كأس العالم أندية، وطبعا زي ما عودنا النادي الأهلي هو دايما متواجد في كأس العالم الأندية، وزي ما عودنا النادي الأهلي دائما على الألقاب. النهاردة مباراة جديدة إن شاء الله، لقب جديد في مباراة أمام شقيقه العربي النادي الهلال السعودي على الميدالية البرونزية، واللي هتلاعب بمشيئة الله على ملعب آل نهيان بالإمارات. قبل ما أتكلم عن ماتش النهاردة، عايز أتكلم معاكم في أكتر من نقطة، بس كنا عايزين ناخد أمير هشام من الإمارات لو جاهز. طب ندخل على الأمير الأول بعدين نتكلم. ماشي، نروح لأمير الأول. تفضل أمير. تحياتي ليك يا كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحدي جديد بالنسبه للفريق النهارده باذن الله امام فريق الهلال السعودي، مباراه غايه في القوه والصعوبه بكل تاكيد، ديربي عربي قوي على ميداليه برونزيه في مباراه رسميه، فبالتالي من هنا جايه اهميه هذه المباراه ما بين الفريقين. فريقين بيحترموا بعض جدا ومقدرين امكانيات الخاصه بكل طرف، وده امر اكيد واضح للجميع سواء من خلال تصريحات المدربين في المؤتمرات الصحفيه او من خلال استعدادات الفريقين قبل هذه المباراه. لكن بالتحديد عايز اتكلم على الاهلي واستعداداته، واطمن كل جماهير النادي الاهلي على هذه الاستعدادات. الاستعدادات كانت ماشيه بشكل كويس جدا، لحظاته الفريق هيتحرك في اتجاه الاستاد النهيان اللي هيستضيف مباراه اليوم الصعبه. الاهلي كان ماشي بشكل كويس جدا في البطوله، عارفين كل الظروف وكل ما يعني قابل الاهلي قبل هذا الحدث الهام وقبل بعض المباريات في هذه البطوله. لكن المجموعه اللي موجوده مع مستر بيتسو موسيماني، الكل كان من خلال تدريبات امبارح كان متاهب ومترقب جدا المباراه، وكان بيجهز على اكمل وجه، وبالتحديد كمان فيما يتعلق باحمد عبد القادر. احمد عبد القادر جاهز بنسبه 100% واساسي في مباراه اليوم، فبالتالي من ضمن الامور المهمه جدا اللي كانت بتشغل بال جماهير النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت، لان احمد كان عنده يعني كدمه قويه في الكتف، اتعمل له اشعه والامور بالنسبه له بسيطه وموجود مع الفريق. محاضره فنيه مستر بيتسو موسيماني في اطار المحاضرات المختلفه واللي هي بتجرى في هذه اللحظات، وانا بتكلم معاك يا كابتن ايمن، محاضره مهمه جدا بيتكلم فيها على بعض النقاط الخاصه بفريق الهلال. وبالمناسبه هو درس الفريق ده على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا بشكل مكثف جدا في بعض نقاط القوه والضعف، فبالتالي المحاضرات كانت طويله شويه، اتكلم فيها على بعض النقاط دي ويعني وصل اللاعبين الفكر وكيفيه استغلال الاخطاء الدفاعيه عند فريق الهلال تحديدا. لكن فيما يتعلق بفرقتنا اكيد كان في بعض الاخطاء في المباراه اللي فاتت امام بالميراس بيتم محاوله تفاديها في مباراه اليوم. جمهور النادي الاهلي اللي هيكون موجود النهارده بشكل اكبر من المباراه السابقه امام بالميراس، واحنا عارفين كل الظروف اللي كانت بتتعلق بالمباراه السابقه، لكن هذه المباراه هيكون جمهور النادي الاهلي باذن الله يكون ليه يعني دور كبير جدا على غرار مباراه مونتيري في بدايه ومستهل مشوار الاهلي في هذه البطوله. الاجواء ماشيه بشكل كويس، يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل ان شاء الله باذن الله في هذه المباراه، ويقدر الاهلي ان هو يتخطى هذه العقبه ويحقق الميداليه البرونزيه للمره الثانيه على التوالي والثالثه في تاريخه بعد ما حققناها في 2006 والعام الماضي. باذن الله السنه دي نفرح كمان بميداليه برونزيه، رغم ان ده ما كانش طموح النادي الاهلي، لكن طبعا طبقا لكل ما يعني مر به النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت فيعتبر هيكون شيء مقبول الى ابعد درجه. في كل الاحوال تمنياتنا بالتوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله باذن الله بعد قليل هيكون معاك التشكيل اكيد هتقوله لكل جماهير النادي الاهلي. كابتن ايمن، والان عوده ليك، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز امير هشام. اجواء هناك ولاعيبه النادي الاهلي جاهزه ان شاء الله. اللي عايز اقوله قبل الماتش النهارده ان المباراه تعتبر مباراه بين فرقتين كبار جدا 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 في المنطقه العربيه. النهارده من وجهه نظري مفيش خاسر، طبعا انا عايز الاهلي يكسب ان شاء الله بمشيئه الله، نادي الاهلي يكسب باذن الله، ولكن مع الاشقاء العرب بيبقى جو تاني. بتبقى الماتش صعب جدا. فريق الهلال فريق محترم، فريق قوي، شفنا يمكن الشوط الثاني عمل مباراه هايله جدا مع تشيلسي، ويمكن كانت ليه الافضليه والاولويه، وكان هو اللي بيهاجم وهو الاقرب وهو اللي ضيع فرص اكتر الشوط الثاني، ولكن احنا بنحترم كل فريق بنلعب قدامه سواء عربي افريقي اجنبي محلي. ده عاده نادي الاهلي، عاده نادي الاهلي دائما ان هو بيلعب على المكسب، بس انا بقول ان الكسبان فريق عربي، ان شاء الله فريق النادي الاهلي هو اللي يكون كسبان النهارده، ولكن مباراه النهارده ما فيهاش خاسر باذن الله
بعد فوز النادي الاهلي ان شاء الله. عايز اتكلم بقى على نقطه مهمه جدا الفتره اللي فاتت. يعني احنا كلنا بنتكلم على النادي الاهلي وتواجده في المونديال، ودي من اصعب المواقف او من اصعب البطولات في كاس العالم للانديه على النادي الاهلي. لو بصينا على الظروف كلها اللي احيطت باشتراك النادي الاهلي في البطوله ديت هنلاقيها ظروف صعبه جدا جدا جدا، التفاصيل صعبه جدا جدا جدا. لو اتكلمنا عن العداله، لا مفيش عداله بصراحه، لا مفيش عداله مع النادي الاهلي. ما كانش فيه عداله في التوقيت دوت في كاس العالم للانديه. شفنا مجموعه كبيره جدا من اللعيبه مع منتخب مصر في تعارض مع بطوله افريقيا، بطوله كاس العالم للانديه مع كاس الامم الافريقيه، ودي اضرت بالنادي الاهلي زي ما شفنا في الماتش الاولاني برغم فوز النادي الاهلي، ولكن التحضيرات للمباراه الثانيه ما كانتش على المستوى الامثل او اللي احنا نامله، وعشان كده كان في زي ما احنا شفنا يعني بعض الظروف الصعبه في المباراه نفسها، وكانت الاستعانه ببعض اللعيبه المجاهدين من اللعيبه الدوليين فأثرت شويه. حتى البدايات عندنا الشوط الاول يمكن ما كانش على المستوى المأمول، فالظروف المباراه او ظروف الدوره ديت لا بصراحه ما كانش في صالح النادي الاهلي. احنا بنتكلم على عداله في البطولات، لا البطوله دي ما كانش فيها عداله، فيها ظلم للنادي الاهلي. اول فريق اتظلم النادي الاهلي، والفريق تقريبا الوحيد اللي اتظلم هو النادي الاهلي. حتى بعد كده انت بتتكلم على الدور اللي بعد كده سواء بطل امريكا الجنوبيه او بطل اوروبا بيجي على طول على السيمي فاينل. طب خلاص لو انت عامل له افضليه انه يجي على السيمي فاينل، كمان اعمل لي انا افضليه ان انا حتى الانذارات بتاعه الدور الاول او بتاعه الماتشات الاولانيه لما اخش على السيمي فاينل لا تتشال. لو في انذار، لو في طرد يتشال، المفروض ما انت عامل افضليه. الحاجات دي عموما النادي الاهلي اتقدم بشويه يعني اعتراضات او يعني قال وجهه نظره في بعض الامور، كان منها الامور دي. خليني بقى اتكلم في النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها، الهجوم المبرر على الغير مبرر على مستر موسيماني. كسب تلاقي هجوم، خسر تلاقي هجوم، ماشي مش عارفين نعمل مع الراجل ايه. طيب الراجل ليه انجازات، خليني بس معاكم واحده واحده ونتكلم بعقلانيه شويه، وشفناها بالارقام، شفناها مش محتاجه حد يقول لنا غير كده. يعني بالارقام 7-8 بطولات جايب 5-6 بطولات، يبقى هو ارقامه كويسه. طيب البطولات شايفينها بعينينا، يبقى الراجل مع الاهلي عنده رصيد. عنده اخطاء، عنده اخطاء، بس الاخطاء اللي عنده مش بتتصلح، ممكن يصلحها، بيصلحها وبيحاول يصلحها. في اخطاء بتتعمل تاني عادي، ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي مع اي مدرب. مين مدرب لا يخطئ في العالم كله؟ مين انسان لا يخطئ في العالم كله؟ نجوم التحليل مين فيكم ما بيخطئش؟ ده احنا بنشوف حاجات يعني تضحك. لو مسكنا بقى كل واحد بيحلل وبيتكلم، لا في حاجات بتضحك. لا طبعا احنا بنعمل الناس اللي بتهاجم لمجرد الهجوم بس، طبعا ليها غرض معين. انما تعالى قول لي بقى مستر موسيماني في الظروف اللي هو بيشتغل فيها دلوقتي الصعبه دلوقتي دي، شوف الراجل كان بيعمل ايه. قلنا في تضارب بين الفيفا والكاف في المواعيد، فالنادي الاهلي اتظلم في البطوله دي، والنادي الاهلي هو اللي بيدفع الثمن. شفت حضرتك كميه الاصابات غير المنطقيه، وفي وقت صعب جدا قبل البطوله وفي البطوله، وبرده الراجل ما اتكلمش. يؤخذ عليه بعض الحاجات، يؤخذ عليه عادي، ما كل واحد بيخطئ، مفيش مشكله، ما كل واحد بيخطئ، بس انا كمان ما اذبحوش. يكسب اذبحه، يخسر اذبحه. ليه؟ هو الراجل بيعمل بجديه وبيحاول وعايز يعمل المزيد من الانجازات، لكن فجاه يطلع لك ناس يعني هما في البعض منهم كتير يعني لا ينتمي للنادي الاهلي، بس مش عايز، هو هدفه هدف واحد بس، هو مش عايز يكون فيه امور مستقره للفريق. عشان كده يقول لك مره موسيماني مش عارف ليه طلبات في التجديد مغالى فيها، لا موسيماني جاله عرض مش عارف بره، لا موسيماني مش عايز يجدد، لا اصل موسيماني عايز شروط ماليه كبيره، موسيماني ليه شروط معينه لتجديد عقده، ومره موسيماني مش عارف رافض. وليه بيتقال الكلام ده في التوقيت ده؟ يعني مستر موسيماني لسه شويه في عقده،
بس ليه بيتقال الكلام ده؟ حتى لو في مفاوضات بين الاهلي وبين مستر موسيماني، البعض بيروح طالع هو مش عارف اصلا ايه اللي حصل، ويروح مألف في الكلام ليه غرض معين، ليه غرض معين، عايز هدم استقرار النادي الاهلي لصالح مين؟ اكيد لصالح المنافسين او لصالح المنافس. ده وقت مش مناسب خالص. جمهور الاهلي جمهور عظيم، جمهور كبير، لازم يتريث شويه في الحكم، لازم تهدى شويه في الحكم، لان الراجل بالورقه والقلم عامل انجازات مع الفريق، وهيعمل ان شاء الله، هو لسه عقده شغال، ان شاء الله هيعمل. جمهور الاهلي عودنا دايما، جمهور الاهلي عودنا دايما ان هو لا ينساق ورا الامور ديت، لا ينساق ورا الكلام ده ولا الكلام دوت. الجمهور الاهلي هو اللعيب نمره واحد في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو اللي دايما ورا النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو اللي عارف فين مصلحه النادي الاهلي. هو ده مش دفاع عن موسيماني او هجوم على موسيماني، لا انا بتكلم على النادي الاهلي. بنتكلم على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي عودنا دايما ان هو ورا النادي الاهلي. مش جمهور النادي الاهلي اللي بيهدم في النادي الاهلي، مش ده جمهور النادي الاهلي. وجمهور الاهلي طول عمره مش كده. جمهور النادي الاهلي حماه، بيكون في اي مكان، بيكون وراه في كل زمان. بتلاقي حضور جماهير كبير جدا للاهلي في كل مكان زي ما احنا متعودين. فعلا جماهير النادي الاهلي بتحارب بمعنى الكلمه عشان خاطر النادي الاهلي، عشان تحضر مباريات الفريق في كل حته، علشان تشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي محظوظ بالجماهير دي. اللي بيكون عنده جمهور او جماهير زي جمهور النادي الاهلي اللي بتكون وراه على الحلوه والمره، فعلا ده نادي محظوظ، دي لعيبه محظوظه. كل الجماهير عايزه الفريق يكسب ويحقق الانتصارات والانجازات، لكن لولا الجمهور دوت، عايز اقول لكم حاجه، لولا الجمهور دوت ما كانش فيه بطولات للنادي الاهلي بالشكل ده، ما كانش فيه انجازات للنادي الاهلي بالشكل ده، ما كانش فيه لعيبه على مستوى على مدار السنين كلها للاهلي بالشكل ده. جمهور النادي الاهلي دايما على الحلوه والمره معاه. جمهور كبير، جمهور عظيم، جمهور النادي الاهلي غير، جمهور النادي الاهلي غير اي جمهور في العالم. مش بقول كده عشان احنا بننتمي للنادي الاهلي او انا بنتمي للنادي الاهلي، لا، هو فعلا جمهور النادي الاهلي جمهور غير. بمناسبه جمهور النادي الاهلي عايز اقول حاجه، ان الناس كلها بتتعلم، والناس كلها هنا عندنا في مصر بتتعلم من النادي الاهلي، سواء جماهير النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي، او طبعا بنتكلم على المستوى الرياضي طبعا، او قيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. عمر النادي الاهلي ما تجاوز واتكلم عن الغير بصوره غير مناسبه، انما احيانا الغير بيتكلم بصوره غير مناسبه، احيانا البعض بيبقى ليه بعض الاغراض ان هو ليه غرض معين في توقيت معين علشان يهدم استقرار النادي الاهلي. بقول اللي بيتكلم بمناسبه ومن غير مناسبه وبيجيب سيره النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي بيعلم وبيتعلم منه الناس كلها. خليك في ناديك، ربنا يهديك. معانا طبعا على الشاشه لقاءات حصريه من فندق اقامه لاعبي النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. طبعا شايفين الجديه، الالتزام، التركيز، كابتن محمود الخطيب طبعا وراهم دايما في كل مكان وبيشد من قدرهم، بيرفع من روحهم المعنويه. طبعا كلنا زعلانين من اللي حصل الماتش اللي فات، ولكن ظروف غير طبيعيه، شفنا التحكيم مش عايزين نتكلم عليه، ولكن هقول الكابتن محمود مع اللعيبه وهي رايحه. كابتن، يمكن الكابتن بيتمشى وبيروح لكل واحد، يعني هو ما بيستناش ان هم يجوا له، مع حسين اهو، مع محمد، مع عصام، مع شوبير مصطفى، مع كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني الكابتن الخطيب زي ما قلنا المره اللي فاتت او الاستوديو اللي فات، معاهم في كل حته، معاهم زي ما بنقول كده على الحلو وعلى المر. انما بعد الهزيمه، مش معنى الهزيمه المباراه اللي فاتت ان انا اتخلى عنهم، بالعكس كابتن الخطيب معاهم، وحتى لا قدر الله لو حصل اي حاجه النهارده معاهم، واحنا كجماهير نادي اهلي معاهم. ده النادي بتاعنا، دول لعبتنا، مش هنهاجم، مش هنهدم، ده نادينا، دول لعبتنا اللي هم عملوا انجازات كبيره جدا جدا جدا. وزي ما احنا شايفين، يعني ليك الحق انك كاهلاوي تفتخر باللي انت شايفه دوت.
النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مش عشان انا بنتمي للنادي الاهلي، انما انا بقول الحمد لله على نعمه النادي الاهلي، الحمد لله على الانتماء للنادي الاهلي. نروح بقى لماتش النهارده قدام الهلال السعودي، وزي ما شفنا ماتش الهلال السعودي مع تشيلسي يمكن كميه المحترفين الموجوده عند الهلال السعودي، والهلال السعودي على فكره عمل تدعيمات كبيره جدا 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 قبل البطوله، لكن احنا برضو عندنا رجاله النادي الاهلي اللي هم عودونا دايما انهم بيقاتلوا على النتيجه حتى اخر دقيقه. الهلال لعب زي ما قلنا مباراه كويسه قدام تشيلسي، يمكن الشوط الثاني كان تقريبا كعب الهلال السعودي هو الاعلى على تشيلسي، لكن احنا في النادي الاهلي مع احترامنا لكل الانديه، بطل افريقيا وبطل القرن وصاحب 2 برونزيه في كاس العالم، والثالثه ان شاء الله تكون النهارده كاس العالم للانديه. النهارده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيكون النادي الاهلي على موعد مع تحقيق انجاز تاريخي جديد باحراز ان شاء الله بدون مقاطعه الميداليه البرونزيه لكاس العالم للانديه. وهو كاس العالم للانديه مش جديد على الاهلي، ومين راح كاس العالم للانديه غير الاهلي 7 مرات في افريقيا؟ مين راح كاس العالم للانديه من مصر غير النادي الاهلي؟ هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيلعب في بطوله بعينه على حاجه واحده بس، عينه على البطوله، عيني على البطوله. انا دلوقتي حتى في سباق الالقاب انا بنافس مين؟ بنافس ريال مدريد، ريال مدريد العالمي، ريال مدريد بطل اسبانيا، ده بنفسه. انا في النادي الاهلي ماليش دعوه باي حد تاني، انا ليا حاجه واحده بس، الملعب. احنا بنتكلم على ريال مدريد عامل 26 بطوله قاريه، النادي الاهلي عامل 24. تخيل، يعني انت فرق بينك وبين ريال مدريد لقبين بس. وعلى فكره احنا قبل كده لو تفتكروا حضراتكم اعتقد في المئويه بتاعت النادي الاهلي احنا كسبنا ريال مدريد في مباراه وديه 1-0. طبعا يعني هو طبعا ده كان ماتش ودي، ولكن كان مباراه بين الاهلي وريال مدريد، وانا ما زلت مذاكرها حتى الان لان انا كنت عايش بره وجيت مخصوص اتفرج على المباراه ديت، وكان في مباراه لقدامى اللاعبين قبل المباراه ديت، فانا فاكر الماتش ده كويس. فلما باجي اتكلم عن النادي الاهلي بفتخر، وانا بتكلم عن النادي الاهلي بفتخر يعني. وليا عايز اقول لك ايه، ان انا كل الفخر وكل الاعتزاز ان انا فعلا فعلا كنت منتمي في يوم من الايام للنادي الاهلي كلاعب، ودلوقتي انا بنتمي للنادي الاهلي كمشجع. انا كمشجع. هتقول لي انت مشجع؟ انا مشجع، انا بشتغل في قناه الاهلي، ولكن انا دلوقتي مشجع للنادي الاهلي. انا وكل اللي موجودين هنا عايز اقول لكم حضراتكم لما بيجي نتفرج على الماتش بنقلب مشجعين فعلا، زي مشجعين اللي هم احنا كنا بنقول على مشجعي الدرجه الثالثه دول اللي هم المتعصبين جدا للنادي الاهلي، احنا فعلا بنقلب كده. لما نتكلم عن النادي الاهلي ما بنهدش في النادي الاهلي. في اخطاء، صح في اخطاء، بس لما نيجي نتكلم على مثلا النادي الاهلي انا بتكلم على ايجابيات، ولو في بعض الاخطاء الفنيه بنتكلم عليها، ولكن من واجبي انا ان انا ادعم اللعيبه ديت، ادعم الجهاز الفني، ادعم النادي الاهلي، مش اهد في النادي الاهلي. اللعيبه دي في خلال سنه وشويه يا جماعه جابوا لنا خمس ست بطولات في ظروف صعبه جدا جدا جدا. اللعيبه دي زي ما بنقول بتدخل بطولات وهي عينها على حاجه واحده بس، ومش مشكله انا بلعب ناقص، انا عندي اصابات، هي حاجه واحده بس، المكسب. فلما لا قدر الله بيحصل حاجه غير المكسب بنزعل طبعا، بس بنلتمس الاعذار. احنا عندنا في كاس العالم، خلينا في البطوله اللي احنا فيها دي دلوقتي، في كاس العالم للانديه لا احنا اتظلمنا. حاولنا بقدر الامكان، واتضحك علينا احد المسؤولين قال تصريح واتضحك علينا، حاولنا بقدر الامكان ان احنا نكون بكامل فرقتنا في بطوله كاس العالم للانديه، ولكن ما نفعش، يعني ما نجحناش في المباراه الاولانيه. خلينا ناخدها خطوه خطوه، ده اتوبيس اللاعبين في طريقه ان شاء الله لملعب المباراه باذن الله، والحصول على الميداليه البرونزيه، مش الحصول، الاحتفاظ باذن الله بالمركز الثالث كاس العالم للانديه والميداليه البرونزيه اللي هو النادي الاهلي صاحبها من اخر نسخه العام الماضي. خلينا نتكلم برضو بعقلانيه شويه، واحنا في بدايه البطوله مباراه مونتريال المكسيكي كنا كلنا مشفقين من الوضع
الحاصل او الحادث ساعتها على لعيبة النادي الاهلي، انك انت بتلاعب بطل امريكا الشمالية، بطل كونكاكاف، بتلاعبه ناقص تقريبا 3/4 القوام الاساسي من فريقك تقريبا. لما نيجي نتكلم قبل المباراة شيء، واللي شفناه في المباراة شيء، والكلام بعد المباراة اختلف تماما. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بقى من المباراة الاولانية للمباراة الثانية؟ المباراة الاولانية اشادة بكل شيء، ونسينا او تناسينا، علشان برضو ايه نكون واقعيين في الكلام، تناسينا ان في نواقص، ان في غيابات، ان في اصابات، لان ده النادي الاهلي. احنا ما بنقولش مباريات، ما بنقولش مباريات. الثاني بعد الماتش الثاني برغم الصعوبات كلها، لقينا بعض بقى الكلمات اللي هي او الكلام اللي هو عايز يهد، عايز يهد. وانا قلت لحضراتكم اصابات وغيابات، واضطر المستر موسيماني انه يلاعب مجموعه من لعيبه منتخب مصر اللي جايه مجهده اصلا، لانه هو محتاجهم في مباراه زي ديت. كل مباراه ليها ظروفها، ليها لعيبتها، ليها طرقها الفنيه، ليها خططها الفنيه. فهو مدير الفني اعلم وادرى مننا عن اي حد تاني. يطلع بعض طبعا اللي هم بقى الجماعه اللي هو غير منتمين للنادي الاهلي، واللي هم عايزين يهدوا استقرار النادي الاهلي، زي ما حضراتكم شفتوا كده، عايزين يهدوا في النادي الاهلي، مش عايزين استقرار النادي الاهلي. لو اتكلمنا على بعض الظروف الصعبه، ما هو التحكيم الماتش اللي فات كان صعب، التحكيم المباراه اللي فاتت كان صعب للاسف. انا ما حبش اتكلم على التحكيم، ولكن في حاجات حصلت يعني ما اظنش انها ممكن تحصل من حكم متوسط المستوى. هنتكلم على حاجه تانية النهارده، هو نفس الحكم. الظروف يعني مش طبيعيه، ولكن كان المفروض ان النهارده هيحكم حكم ارجنتيني، ولكن الحكم الارجنتيني ده اتصاب او عنده مرض، فهيحكم مره تانية هو نفس الحكم الفرنسي بتاع المباراه اللي فاتت. مش هتكلم عنه، مش هتكلم عن تاريخه، مش هتكلم عن كان بيحكم فينا قبل كده، مش هتكلم خالص. ولكن نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله للتحكيم النهارده. هو يديني حقي او يدي كل فريق حقه، ما بقولش الاهلي بس، يدي كل فريق حقه. انا عايز العداله من التحكيم، بس لما يكون في عدل في بطوله انا داخلها كنادي اهلي، ليك حق انت كجمهور النادي الاهلي، حتى لو بطوله كاس العالم للانديه، حتى لو بطوله كاس العالم للانديه، لا ليك حق انك انت تطالب اللعيبه بانجاز اكتر من الانجاز اللي هم عملوه السنه اللي فاتت. بس لعبني في ظروف طبيعيه، يعني انا مش عايز غير حقي، عايز العب في ظروف طبيعيه، عايز العب بفرقتي كامله، عايز تحكيم عادل، عايز عدل حتى في بنود او لوائح البطوله نفسها. يمكن النادي الاهلي النادي الوحيد اللي اتقدم باعتراض امبارح يمكن على بعض البنود، او بعض يعني من وجهه نظر النادي الاهلي ان دي بعض البنود اللي في اللوائح لازم تتغير شويه. النادي الاهلي ظروف صعبه اللي مر بيها، اللعيبه ظروف صعبه اللي مرت بيها. وبعدين عايز اقول لكم حاجه، احيانا في الكوره بيكون في ماتش من الماتشات بتكون موفق جدا جدا جدا، واحيانا بتعمل اللي عليك وما بيكونش في توفيق خالص. احنا شفنا الشوط الثاني النادي الاهلي، وفي اصعب الظروف لما كان حتى بيلعب 10 لعيبه في الملعب، كان هو اللي متفوق المباراه اللي فاتت على بالميرس البرازيل. وشفنا قد ايه النادي الاهلي وصل وجاب جون واتلغى بسبب التسلل، كان متسلل فعلا محمد شريف. وشفنا كره في العارضه من وليد سليمان. خليني اتكلمكم على وليد سليمان بس، كمان كان لينا ضربه او ضربتين، ركلتين جزاء في المباراه ديت كان عليهم كلام، واحده لاحمد عبد القادر والثانيه لمحمد هاني عليها فيها شك، ولكن بتاعت احمد عبد القادر على الخط، والخط من ضمن منطقه الجزاء، فيعني كان في كلام. خليني ارجع لكم لوليد سليمان والفتره اللي هو، عشان انا وليد سليمان يمكن اتكلمت عليه قبل كده، اتكلمت ان هو بعيد عن الملعب، اتكلمت ان هو لازم يشد شويه ولازم يرجع. وليد سليمان الفتره اللي فاتت ما بيتكلمش خالص، العب العب، ما تلعبش ما تلعبش، لما بينزل بيأدي اللي عليه. المباراه اللي فاتت لا، وليد سليمان لما نزل لا بصراحه غير الشكل. اولا وليد زي ما احنا عارفينه هو اولا اكبر اللاعبين سنا، كان مقاتل في الفتره اللي هو نزلها الماتش اللي فات، مقاتل
التحامات كان واخد حتى الكور الهوائيه من لعيبه بالميراس البرازيل، وكان ليه ضربه راس جت في العارضه، وكان ليه شكل غير الشكل الهجومي للنادي الاهلي، وفرق مع النادي الاهلي في الفتره اللي هو لعبها. فلازم اديله حقه، لازم اديله حقه مع اللعيبه دي. كل لعيب بيخطئ، كل لعيب فعلا ليه اخطاء، ولكن انا كلاعب بتعلم من اخطائي. لو ما اتعلمتش من اخطائي مره، لا لازم اتعلم المره الثانيه. لو ما اتعلمتش المره الثانيه لازم اتعلم المره الثالثه. ولكن زي ما احنا قلنا لكم كده، جمهور النادي الاهلي ما بيهموش اي كلام يهد استقرار ومسيره النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي زي ما احنا بنقول على الحلوه والمره معاه، ودي حلوه، ده احنا في كاس العالم للانديه ما حدش بيروحها في مصر غير النادي الاهلي، او ما حدش راحها في مصر لحد دلوقتي غير النادي الاهلي. النادي الاهلي صاحب اكبر عدد من المباريات في كاس العالم للانديه، النادي الاهلي هو صاحب الانجازات السبعه للوصول لكاس العالم للانديه، ومحدش عملها غيره في بطوله افريقيا. هنروح دلوقتي في كاس العالم للانديه، هنروح دلوقتي الفاصل، وبعدين بعد الفاصل نرجع بقى نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. كابتن ايمن اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله كابتن، تمام. ايه الاخبار النهارده؟ تمام الحمد لله، ان شاء الله خير باذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن شرفنا. كابتن ايمن اهلا بيك، الله يخليك. كابتننا كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا، شرفنا كابتن. اهلا وسهلا كابتن احمد بلال الهداف، شرفنا كابتن. الله يخليك كابتن، ربنا يخليك، تسلم ايدك. الله يخليك كابتن شريف. النهارده ديربي عربي بين فرقتين كبار ان شاء الله، ديربي احمر باذن الله يا رب، نتيجه حمراء باذن الله ان شاء الله. جهاز فني لعيبه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي طمعونا جامد رغم الظروف والضغوط اللي احنا كنا موجودين قبل البطوله والغيابات والاصابات، والقوام الاساسي بتاعنا اللي هو كان موجود مع منتخب مصر، ورغم الاصابات برضو ورغم التعب واللي احنا شفناه كله، ولكن النادي الاهلي عمل عمله كبيره جدا، كسب مونتيري المكسيكي. صحيح، احنا رايحين ضيوف على هذه البطوله بالظروف دي. مظبوط. عمل التيشيرت الاحمر، تيشيرت البطل، الحضور بتاع البطل كان من اللعيبه ما شاء الله، الله اكبر، التزام، روح عاليه جدا، طلعت شخصيه اللعيبه كمان في التعامل مع الفرص اللي بتجيلك. كان ليك اكتر من 5 6 فرص اكتر من فرقه مونتيري. صحيح، اللي هي ما بنسميها ما قدرتش حجم النادي الاهلي، حجم الماتش يعني. مش هقول ان هو داخل بنفس الظروف، ان الاهلي عنده غيابات. أيوة. حوالي 18 لعيب. فعلى القد، زي ما الراجل بتاع بالميراس قال لك انا كنت بلعب 30%. 30% ايه ده؟ كورتين في الاخر كانوا يعوروك ونخش في حيث وبيس، ما تلاقي نفسك بتقول انا ما قدرتش الماتش زي مونتيري وكده. ف النهارده انت بتلعب قدام فرقه الحقيقه كلنا شفناها بقى، احنا كنا قدام مونتيري ما شفناش حد، ده جاي من بلده واحنا جايين من بلدنا، واللقاء والحمد لله اللي كان لينا احنا التفوق والوجود في السيمي فاينل. لو كنا بنفس الشكل بالاسلوب اللعب بتغيير بعض اللاعبين شويه والطمع في المباراه من الاول، ايوه كان هيبقى لنا وجود احسن من كده. انت حضرتك كنت عايز يبقى فيه جرأه من الاول. لا اصل انت هتخسر ايه يا عيني؟ ايوه انا هخسر ايه؟ ايوه هتغلب؟ اديني اتغلبت، العب يعني. انت فاهم ازاي؟ انا خايف اتغلب فبعمل زون ديفنس نص ملعب، طب بعمله تلت ملعب. وجهه نظر محترمه. اعمله لا انا ماليش في ان انا اتكلم في هو يلعب ازاي، وجهه نظرك رؤيتك. بس وجهه نظري انا، بدل ما انزل نص ملعب واوصل فرقه بالميراس لغايه عندي، طب ما احنا طول عمري وطول عمر النادي الاهلي واحسن ما عمل النادي الاهلي عندما يضغط على الخصم. صحيح. وموسيماني اول ما جه التفوق بتاعه والعلامه الصح الكامله اللي خدها قدام الوداد، في الوداد لما بدا، مظبوط، لما بدا ضاغط على الوداد وجاب جون في اول 3 4 دقائق، مظبوط، وكسب الوداد هناك وكسب الوداد هنا وخد البطوله، وخد البطوله اللي بعدها باسلوب الضغط على الخصم. ايوه. تكييف بقى ان هو عنده لعيبه هل تستطيع تعمل عمليه الضغط وعمليه التعويض، ونص الملعب في اول مباراه الغائب عنك الدفاعي، ما عندكش ديفندرز خالص في نص الملعب بتاعك،
وابتديت تستعين بلعيبه مش مراكزهم، اللعيبه جت على نفسها وادت بالروح الى ان ترجمت هدف. فاذا انت بتعرف تتعامل في الناحيه الثانيه، ايوه بتعرف لما بيجي لك فرصه الناحيه الثانيه انك انت تجيب هدف واثنين وتقدر تبقى موجود خطر على طول. خلينا نتكلم قدام المباريات الكبيره قدام الفرق اللي هي مفروض ابطال اسيا وابطال امريكا الجنوبيه واللاتينيه واوروبا، نقول ان الناس دي عندهم سرعات وعندهم اسماء وعندهم، واحنا برغم الظروف اللي عندنا بنقدر نقف قدامهم، بنقدر نحقق ميداليه وبنقدر نعمل كل حاجه. مظبوط. النهارده احنا بنتفرج على فرقه زي الهلال، فرقه عظيمه جدا زينا عرب يعني، فاهم قصدي؟ قدموا قدام تشيلسي ما خافوش، عندهم كره سريعه جدا بيباصوها، ولكن برده متاخر. ايوه الشوط الثاني، الشوط الثاني زي ما احنا عملنا مع بالميراس، ما فيش حاجه نبكي مزبوط. عليها. فليه انا ما اشتغلش دي من الاول؟ من الاول ليه انا ما حددتش اللعيبه اللي تقدر تحقق لي نتيجه واشتغل بعد كده عندي بالناس اللي موجوده عندي في الشوط الثاني؟ ليه ما العبش الشوط الثاني، العب الشوط الاولاني واقلب الايه دايما؟ ده اللي احنا كنا بنتمناه. صحيح. فكل التوفيق النهارده قدام فريق محترم جدا بثمانيه محترفين واللعيبه اللي موجوده الثانيه على مستوى عالي جدا. كان ده هم ده كمان دعموا الفريق ببعض الصفقات قبل البطوله مباشره. لا الصفقات الثقيله يعني كويس ان كل فرقه بتحافظ. هو بطل اسيا مش جاي يعني طبعا واخد الدوري وبس بالظبط، فزي ما انت بطل افريقيا هو بطل اسيا. ف هنشوف كوره النهارده الحقيقه، هنشوف كوره من هنا ومن هنا، هيجبروك انك تلعب كوره سريعه وانك تكون موجود عندهم وانك تحاول تكون موجود في الماتش وتخلصه. ودي طبيعه الاهلي واي فرقه عربيه او مصر والسعوديه او مصر واسيا، على طول بيبقى في حراره في المباراه. بنتمناها اهلاويه باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه، مباراه صعبه، تنافس شريف بين الاهلي والهلال للحصول على المركز الثالث. يمكن النادي الاهلي صاحب المركز الثالث في البطوله الاخيره والميداليه البرونزيه عايز يحافظ على الانجاز ده. مفيش شك هتبقى مباراه صعبه جدا. فريق الهلال فريق جيد على مستوى الكره العربيه والاسيويه من فترات طويله، واخيرا كمان شفناه في مباراه تشيلسي، فريق يملك حراسه مرمى جيده، نص ملعب كويس، دفاع كويس، مهاجمين كويسين، وبيلعبوا مع تشيلسي بطل اوروبا. الشوط الثاني تحديدا عملوه بشكل كويس قوي، وعندهم لعيبه مميزين لما نيجي نتكلم عليهم زي ايجالو، موسى ماريجو، دوساري، يعني والباكين شهراني وبريك. فما فيش شك ان الهلال ادى الماتش النهارده اهميه كبيره زي ما النادي الاهلي ادى الماتش اهميه كبيره. بطل العرب او بطل افريقيا من العرب وبطل اسيا من العرب، ومن وجهه نظرك الديربي لما يكون عربي يبقى صعب شويه. طبعا واحنا يمكن تتذكر احنا يمكن لعبنا ماتش الهلال مره واحده في السعوديه. ايوه كان الكابتن عبد الله عاشر الله يرحمه موجود. الله وكنا في دوره وكسبناهم 1-0 كان ايام يوسف السنيان والمجموعه ديت. لكن هم فريق قوي طول يعني. فيليكس طول اللي جاب الجول؟ مش فاكر مين اللي جاب الجول. فيليكس انت؟ انا والله؟ اه والله. ولا اللي شاطها هشام حنفي؟ انا قعدت امبارح افكر مين اللي جاب الجول اللي حطيتها. هشام حنفي شاطها وفيليكس كملها. ده كان لا لا ده الشباب. الشباب شباب النهائي البطوله العربيه. ايوه ده. لكن احنا ماتش الهلال ده كان في السعوديه. بس في السعوديه 87 88 كسبنا 1-0. أيوة. ساعتها لعبنا الاتحاد بعديهم. مظبوط. ولعبنا الوحده. أيوة. بعديهم. مظبوط. لعبناهم اكتر من مباراه ممكن. كمان في ماتشات وديه لما كنا في مناسبات يعني كده عربيه، لكن يمكن دي اول مباراه رسميه، فالمباراه هتبقى صعبه. نفس الشيء النادي الاهلي. النادي الاهلي كان رايح وكان نفسه انه يحقق مركز اعلى من المركز اللي خده قبل كده اللي هو المركز الثالث، ولكن ظروف ما لسه شوف انا لسه هقول لك اهو. يعني انت خدتها من على لساني. ولكن الظروف كانت صعبه من قبل البطوله، تضارب المواعيد بطوله افريقيا مع كاس العالم حرمنا من 8 9 لعيبه اساسيين في الفرقه. مش مجرد بيكملوا الفرقه، ده هم القوام الاساسي. قوام في 8 او 9 في الملعب. مظبوط. يعني الشناوي، صحيح، معلول، أكرم توفيق، حمدي فتحي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد شريف، ادي كام، ومعلول. وعندك ثلاثه ديانج بقى ومعلول وديانج ومعلول. يعني انت داخل في 8 او 9 قوام اساسي يعني. بالظبط. فما فيش شك ان الظروف كانت صعبه جدا، فممكن ساعتها الهدف بيتغير يعني غصب عنك مش بمزاجك. ومع ذلك الفرقه اللي لعبت في مباراه مونتيري
عملت ماتش جيد. صحيح. رغم زي ما كابتن شريف كان بيقول كان في نقص كتير في مراكز، يعني طاهر كنا من اول المرات اللي نشوفه راس حربه مع النادي الاهلي، ما كانش فيه راس حربه. مجدي قفشه لعب جنب ديانج ديفندر وسط ملعب مدافع، ما كانش فيه. صحيح. على دكه الاحتياطي ما كانش فيه حد، كان اتنين حراس مصطفى وحمزه. أيوة. وقدام كان وليد وطارق وزياد طارق ومكسوني ووحيد وكريم فؤاد، ومع ذلك النادي الاهلي قدم مباراه جيده وكسب 1-0. صحيح. كمان في صعوبه تانية بقى في مباراه بالميراس، انه لعيبه المنتخب الثلاثه اربعه اللي هم جم سلام جايين تعبانين من اربع ماتشات 120 دقيقه، فالظروف كانت صعبه. وقبل المباراه بيوم واحد او بفجر المباراه، فمستر موسيماني فضل انه يشرك ياس ايمن اشرف وعمرو السوليه، وفي الشوط الثاني اشرك شريف وحمدي فتحي. قدنا مباراه معقوله جيده، لكن مش برضو هو ده النادي الاهلي اللي لو كان فرقته مكتمله ومرتاح. ايوه، في ظروف طبيعيه كان ممكن جدا نكسب بالميرس. بالميرس طبعا فرقه كويسه وبطل جنوب، بطل القاره الامريكا الجنوبيه، ولكن هو فريق جيد، ولكن كان ممكن جدا لو احنا مكتملين تماما ومرتاحين كان ممكن جدا نتغلب. صحيح. عليه. واحنا الشوط الثاني اتغير الشكل كمان. اثناء الماتش بقى الشوط الاولاني انا متفق مع كابتن شريف ان احنا بالغنا جدا 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 في موضوع الدفاع، حافظ الدفاع. يعني ماشي، عملت الجزء الدفاعي بشكل جيد جدا. صحيح. وما كانش تقريبا في فرص من بالميرس، ولكن كان في نص ملعبك. فرص لينا برضو. ما كانش في فرص لينا. بالظبط. كانت في نص ملعبك، يعني هم اللي شكلهم بيضغطوك في نص ملعبك. أيوة. بيضغطوا عليك من قدام، غلطوك في كام كورنر. أيوة. في كام فاول، يعني شكلهم هم كان اقرب ان هم نفسهم يكسبوا اكتر منك انت. انت كنت. أيوة. محافظ قوي على الدفاع. وبعدين الجزء بتاع التحول للهجوم كان ضعيف. مظبوط. صحيح. كان ضعيف جدا. صحيح. الشوط الثاني طبعا جه جون في نهايه الشوط، ثم. أيوة. في بدايه الشوط انا كنت نفسي، يعني كان نفسي ان شريف وعبد القادر ينزلوا من بدايه الشوط، خاصه انت خسران. أيوة. أيوة. انت جه في الجون في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني، صعب عليك الامور، بقيت مغلوب 2-0. مزبوط. نزل شريف وعبد القادر، الامور اتحسنت، ابتدينا نروح كمان للجول. بعد كده لما نزل برضه عارف لعبنا 10 شامه 10 واحنا التفوق، وكنا احنا التفوق. ده اللي استفزني في تصريح المدرب، بس هم فرقه كبيره طبعا. طبعا فرقه هايله، وانا وبلال المره اللي فاتت تقول لي اقول له مونتيري يقول لي بالميرس، طبعا فرقه كبيره ومونتيري فرقه كويس، انما انا اللي استفزني يا اسامه التصريح بتاعه، احنا لعبنا ب 30% بس. يعني 30% ايه؟ انت النادي الاهلي 10 وهو اللي ضاغط، وواحده في العارضه زي ما انت قلت في الانترو، والثانيه كانت ممكن تيجي جول وليك ضربه جزاء ما خدتهاش. ملحوقه يا كابتن، مين يعرف؟ يمكن ان شاء الله باذن الله الظروف باذن الله تجمعنا بيه مره ثانيه ونكسب ان شاء الله. فاللي انا اقصده ان بعد شريف ما نزل وعبد القادر ووليد سليمان، الامور الهجوميه اتحسنت، واحنا حسينا خلاص ان احنا خسرانين 2-0، لازم نرجع المباراه. صحيح. وحاولنا، وفي فرص يعني بعض الفرص جت، ولكن جه طرد ايمن اشرف قضى على المباراه تماما. يعني انت حاولت محاوله ولا محاوله، بس كان الشكل العام 2-0 و10 في 10 دقائق، كان الامور كانت صعبه. صحيح. فان شاء الله التعويض النهارده ويقدروا يعملوا ماتش كبير ونحصل على المركز. كابتن عادل، في كلمه واحده قبل ما اروح للتشكيل، نادي الاهلي النهارده مستر موسيماني في غياب قفشه يغير طريقه اللعب ولا يلعب نفس الاسلوب؟ كلمه واحده عشان اقول التشكيل. يغير طريقه اللعب. يغير طريقه اللعب. طيب خلينا نقول التشكيل. النادي الاهلي النهارده هيبقى علي لطفي في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني، علي معلول ظهير ايمن وظهير ايسر، ومحمد عبد المنعم وياسر في قلبي الدفاع. ثلاثي وسط الملعب الدفاعي عمرو السوليه، اليو ديانج وحمدي فتحي، وثلاثي المقدمه طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر ومحمد شريف. نقول مره ثانيه، علي لطفي في حراسه المرمى، محمد هاني وعلي معلول على الاطراف، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم قلبي دفاع، وثلاثي الوسط الدفاعي عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، وثلاثي المقدمه طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر ومحمد شريف. تعالى لي تكسب. تعالى لا هنشوف. بص تعالى لي. بص هو بص انا عايز اقول حاجه، هيغير الطريقه. مش هيغير، لان حمدي فتحي ممكن حمدي يرجع والاثنين يتقدموا. هو مش هيغير الطريقه، هيلعب بالثلاثه، حمدي فتحي وعبد المنعم. ايوه بالظبط. وياسر. تمام. مظبوط. افضل حاجه عملها النهارده اتكلمت فيها لو فاكر الاستوديو اللي فات. ايوه. قبل المباراه قلت لك بنخسر قفشه،
مظبوط. لما بيروح على اي جنب النقطه تطرفوا طرف يمين تطرفوا طرف شمال انت بتخسر قفشه تماما. ايوه النهارده انت بتلعب تيم كوره اقدر اقول لك عليه عنده الاصرار والروح والمهاره واللعيبه المحترفين والفكر الايجابي زينا. ايوه انا بعتبر ان الهلال ده بطل القرن في اسيا زيه زي الاهلي بطل القرن في افريقيا. أيوة. دي رقم واحد. رقم اتنين عندهم ادارتهم قريبه من ادارات النادي الاهلي بمعنى الاستقرار دائما. ما عندهمش حته العصبيه ان هم لما بيكسبوا ما يغيروش ولما بيخسروا ما بيغيروش بمعنى ايه. مش الهزيمه ممكن يتغلب المدرب ده دلوقتي الرابع في الدوري السعودي او الثالث في الدوري السعودي ماشي. أيوة. بطريقه أيوة. وحشه جدا. أيوة مظبوط. ولكن مستمرين معاه. مزبوط. عندهم ثبات زينا. أيوة. دي اللي بيميز نادي الهلال في انديه السعوديه الحقيقه. أيوة. يعني انت بتتكلم على جارديم اللي هو المدير الفني. المدير الفني ايوه برتغالي. انا بقول لك انه من قافه الدوري السعودي انه التغييرات بتبقى سريعه قوي. مزبوط. تمام. ولكن الا الهلال. الهلال عنده استقرار شويه. أيوة. عنده حته ان هو يصبر شويه. مزبوط. وعنده حته ان هو طول الوقت بيشتغل على الافضل والاحسن. لما بيجي يجيبوا محترفين ما بيبخلوش بيجيبوا افضل محترفين. صحيح. لو انت عديت المحترفين اللي بيبقوا في السعوديه من اكتر الفرق اللي بتجيب المحترفين المظبوطين هي الهلال. ده انا خليني اقول لك كمان على القيمه التسويقيه اليوم كمان. ده عندهم مثلا ماتيوس بيريرا 12 مليون و500 الف يورو مع 61 مليون. موسى ماريجا 9 ملايين يورو. ميشيل ديلجادو 7 ملايين يورو. اندريا كاريو 5 ملايين يورو. جوستافو كويلار 4 ملايين و500 الف يورو. يعني طب بقول لك ايه عاليه جدا. مش دول ارقامهم كده. سالم الدوسري رقمه زي ماريجا واكتر. لان سالم الدوسري من احسن لعيبه سلمان الفرج. أي. كابتن منتخب السعوديه ربنا يشفيه لعيب كبير. صحيح. سلمان الفرج من افضل اللاعبين في اسيا. القيمه التسويقيه بتاعته عاليه قوي. صحيح. مع محمد البريك الباك رايت القيمه التسويقيه. ياسر الشهراني القيمه التسويقيه كويس. المعيوف الجون القيمه التسويقيه. الهلال قد المحترفين بياخدوا اللعيبه السعوديين. أيوة. دي حقيقه. أيوة. لانه بيبقى عنده افضل لعيبه سعوديه كمان. أيوة. يعني انت بتتكلم على السنه اللي جايه الاتحاد السعودي من افضل اللعيبه. لا اقر الاتحاد السعودي اقر يعمل ايه؟ انه السنه الجايه هيبقى 8 لعيبه محترفين. مش 7. أيوة. الاول كان 7 دلوقتي هبقوا 8. أيوة. ليه 8؟ علشان فكره عندهم ان هم لما يوصلوا كاس العالم هيعملوا معسكرات كتير قوي للعيبه الدوليه. صحيح. فهيلعب مين الدوري هيبقى شغال ويلعب اللعيبه المحترفين اللي هم بيلعبوا محترفين. صحيح. ولكن خلينا نرجع للحته بتاعه النادي الاهلي. الاهلي يلعب 3 عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. من الحاجه اللي اسعدتني بس انا لسه مستني تشكيل الهلال في الحته السرد باكات لان عنده البليهي ومش هيلعب. احتمال يعوض البليهي بمتعب المفرج او الكحفري. ده من اللعيبه الكويسه الاقويه. لكن عنده البريك عنده ياسر الشهراني هيبقى ثابتين مع يون سونج اللي هو الكوري ده. بيبقى ثابت على طول وبيغيره. لكن البليهي حس بارهاق. حاجه تانية في وسط الملعب محمد كانو وكوالايل دول من الاثنين اللي بيلعبوا ممكن يعوض النهارده بسلمان الفرج. هو كان عنده اصابه وكان عنده شد وبدا يرجع شويه. احنا هنتكلم عن فرقه الهلال ان شاء الله. بس احنا عموما عرفنا الطريقه او فكر مستر موسيماني من التشكيل 4 3 4 3. افضل حاجه الثلاث سرعات اللي قدام دي اللي هتتعب الهلال. صحيح. كابتن بلال تحدي جديد بيواجهه النادي الاهلي النهارده قدام شقيقه النادي الهلال السعودي. النادي الاهلي عينه على دلوقتي خلاص مفيش غير ثلاث ورابع فعينه على الميداليه البرونزيه. اكيد مباراه صعبه. مباراه صعبه لان صعوبتها تكمن في الخصم بتاعك. يعني الخصم طالما انت خرجت من حته ان انت بتلاعب خصم اوروبي او خصم مثلا بتوع اليابان او ابطال اسيا وامريكا الجنوبيه. أيوة. ودخلت بتلعب في خصم عربي هي دي صعوبه المباراه. مباراه نفسيه اكتر منها مباراه داخل الملعب بين لعيبه عندها امكانيات وقدرات عاليه للفرقتين. يعني الحقيقه الاهلي طبعا هو صاحب الارقام القياسيه في البطوله دي. عدد المشاركات 2 ميداليه برونزيه وبنسعى النهارده عشان الثالثه. الهلال لم يحالفه الحظ في اي ميداليه. هو دي المشاركه الثانيه بالنسبه للهلال السعودي في البطوله دي.
هو زي ما قالوا كباتن، هو الهلال جهز بشكل كبير جدا 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 لبطوله كاس العالم للانديه. كان على امل انه يعني يروح للفاينل او ياخد البطوله. يعني انت بتتكلم على الارقام القياسيه، الارقام اللي اتدفعت في اللعيبه مش ارقام تلعب في الدوري الاسيوي، يعني اكبر بكثير جدا من امكانيات الدوري الاسيوي مهما رحت يعني. لكن الارقام اللي اتدفعت دي، دي ارقام نادي عايز يحقق حاجه في بطوله كاس العالم للانديه. عندهم مدير فني جيد جدا جدا جدا، حد جارديم يعني كويس، كان وصل للسيمي فاينال قبل كده في 2017 مع باريس سان جيرمان، تمام، كان مكتشف بعض اللعيبه مبابي وبرناردو سيلفا واسماء كبيره يعني اكتشفها. وهو يعني من انا يعني يقال يعني ويقال عليه ان هو النجم الاول لفرقه الهلال السعودي، مدرب عنده امكانيات وعنده رؤيه جيده جدا للعيبه وبيغير في التشكيل، ويعني بيعرف يعني يكتشف او يتعاقد مع اللعيبه بشكل كويس، مسمينه مكتشف النجوم. بالظبط، هو يعني حد جيد جدا. يعني الاهلي النهارده احنا عندنا تحدي كبير جدا، النادي الاهلي لعيبه رجعت للفريق، التحدي بالنسبه لك ان انت النهارده عندك كامل نجومك هتبقى موجوده يعني، او تقريبا يعني شبه انك بتلعب بكامل النجوم، بتلعب قدام الهلال. وانا اتذكر مباراه الزمالك والهلال، كان الهلال افضل ولكن الزمالك كسب، عشان الناس برضو ما نروحش بافكارنا ان انت ممكن عشان الهلال مدجج بالنجوم وعنده اسماء كبيره وعنده صفقات كبيره جدا فانت ممكن المباراه تبقى من طرف واحد. لا، الامر مختلف شويه، تمام، الامر مختلف لان انت برضو عندك نفس اللعيبه، العمليه نفس ايه، ما كانش نفس لعيبه الهلال. طبعا ايوه، بيتكلم من كام سنين، لا بس هو بيقول لك الزمالك كسب الهلال في الهلال يعني في السعوديه، وكان الهلال اقوى من الزمالك يعني. خليني ايوه، بس ما كانش المحترفين دول، كان ايوه كابتن، ما انا عارف دول، طبعا كابتن دول لسه جايين اول امبارح، لسه بنقول، لسه كنت بقول دول جايين اول امبارح، بالك الصفقات اللي عملها دول يعني لسه يعني جايين عشان البطوله دي بشكل بالزبط. كبير يعني، وبعدين هيكملوا مع الهلال فيما بعد. لكن انت المباراه ميزتها ان هي هتبقى مباراه نفسيه اكتر، يعني الصراع هيبقى نفسي داخل الملعب اكتر منه صراع مهاري او صراع مثلا بدني. الاهلي يعني دايما بيتعمل له حسابات كتيره جدا من الانديه العربيه، اكيد هناك فرقه الهلال، اكيد الناس المسؤولين يتكلموا مع اللعيبه عن ان النادي الاهلي المصري هو نادي هو الافضل في بطوله في افريقيا، وان لم يكن الافضل كمان على المستوى العربي، فهتبقى المباراه فيها شد شويه نفسي يعني. اتمنى من لاعبتنا النهارده ان هم يكونوا داخلين المباراه بشكل قوي، عندهم اكيد حوافز كبيره جدا جدا النهارده. النهارده نؤكد ان شاء الله ان الاهلي المصري هو الافضل في بالنسبه للعرب، تمام، والافضل في افريقيا بشكل كبير باذن الله تعالى. التركيز هيبقى مطلوب بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني انا عارف ان ممكن كابتن عادل يختلف معايا على الاسماء والارقام والحاجات اللي زي كده، لكن انت لما بتنزل للملعب تنسى كل حاجه. احنا اتكلمنا الاستوديو اللي فات البرازيل والمانيا 7-1 المانيا في نهائي كاس العالم، مش كده؟ مع ان البرازيل مفترض كاسماء البرازيل بتلعب في البرازيل، تمام، مش معنى ان انت يبقى عندك اسماء كبيره ده معناه ان انت ممكن تكسب او انت هتكسب او داخل المباراه عشان تكسب. مزبوط. الوضع مختلف تماما. صحيح. الهلال نفسه مع تشيلسي كان ممكن يتعادل، لان الهلال اضاع اكتر من فرصه. صحيح. في نهايه الشوط الثاني، وكيبا طبعا عمل يعني ماتش، حارس تشيلسي عمل ماتش قوي جدا، وكان ممكن المباراه تروح لركلات الترجيح والهلال كان يكسب، ده اللي كان بيلعب عليه الهلال يعني. فكره القدم فيها متغيرات كتير جدا. صحيح. لو النهارده يوم النادي الاهلي اعتقد الاهلي هيروح في حته ثانيه خالص وهيثبت اقدامه ان شاء الله باذن الله. نتمنى توفيق النادي الاهلي. نروح لتقرير عن مباراه الاهلي والهلال السعودي ونرجع لحضراتكم مره اخرى. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، معانا تشكيل نادي الهلال السعودي، هيبقى محمد العويس لحراسه المرمى، سعود عبد الحميد وياسر الشهراني ظهير ايمن ظهير ايسر، جانج هيون سو ومتعب المفرق قلبي دفاع، سالم الدوسري، محمد كينو، جوستافا كويلار، ماثيوس بيريرا لرباعي خط الوسط، وثنائي المقدمه اندري كاريلو وموسى ماريجا. كابتن شريف، يمكن نادي الهلال النهارده بيلعب بطريقته المعتاده 4-4-2، ما بيلعبش 4-2-3-1، عامل ثلاث تغييرات، في واحد حراسه المرمى ده بدل العويس بدل عبد الله معيوف، ومتعب بدل الهليل، وسعود عبد الحميد بدل البريك، ولا قدام كمان اندريلا وكاريلو كمان بدل ايجالو النيجيري. انت عندك بتتكلم على اربع تغييرات النهارده. والله انا كنت واخدني ايجالو وكانو، صحيح، الاثنين دول كانوا مميزين المباراه اللي فاتت، والباقي كله بيعمل باص سليم،
بيعمل الكره سريعه جدا وفي اطراف بتطلع، بس لا يفته ومالك في المدينه. احنا معانا نجم لاعب الفرقه دي اربع مرات قبل كده، لاعب الهلال ما لعبش الفرقه دي، لا يعني لاعب الهلال قبل كده. بقول لك ايه، ثانيه واحده بس انا اتكلم وبعدين انت اتكلم. انا عايز اسالك سؤال واحد يا جاب شريف. استنى، طب انا لعبت لسه 87. استنى، لا انا مدرب. ثانيه واحده انا هسال سؤال واحد بس وده ممكن مش عارف. اتفضل يا كابتن مشكله. احنا ازاي نكسب الهلال النهارده بما انك انت لعبت النادي قبل كده اربع مرات؟ وايه مين سعود عبد الحميد ده؟ ده لعيب لا ما احنا كنا هنتكلم عن نقاط الضعف بعد كده طبعا. انا عايز بس يقول لي، انا عايز يقول لي بس عشان هو انت ما غيرتش هو طريقه اللعب. هيلعب برده 4-2-3-1 لان كراليو مين اللي هيسقط؟ اندريه كراليو ده نمره بيلعب ناحيه اليمين اصلا، ما بيلعبش راس حرب. هو بيلعب طرف يمين، وسالم الدوسري بيلعب طرف شمال. ومين اللي بيكمل مع موسى؟ بريرا هيبقى تحت، ماتيوس بريرا بيبقى تحت موسى ماريجا. تحت موسى ماريجا بيكمل معاه. هو 4-2-3-1 الثلاثه اللي قدامهم اللي تحت موسى ماريجا هيبقى كراريو ناحيه اليمين، وسالم الدوسري الشمال، وبريرا، وهيبقى موسى ماريجا. الاثنين الديفندرات كانوا وكواير. مش 4-5-1 يعني؟ لا مش 4-5-1. سعود عبد الحميد ده يا كابتن شريف، سعود عبد الحميد ده لاعب المفترض ان هو لا لاعب سعودي، لاعب قوي بيعوض دايما البريك وبيريح البريك في حاجات كتير. متعب المفرج برده من سرد باكات، يمكن هو والجحفري والبليهي الثلاثه بيلعبوا سرد باك ثاني جنب جن هونسو. يعني فكرتي انا وانا بتكلم ان انا عايز اختارك من الحته دي بتاعه هونسو. حط كلوريو يا كابتن ده ناحيه اليمين عشان علي معلول. حطه عشان يوقف علي معلول. هو فكرته انا محتاج كل امكانيات لعيبه النادي الاهلي النهارده لاختراق هؤلاء اللعيب. اللاعبين دول بالشكل ده انا حاسس ان هو عايز يمسك نص ملعب علينا احنا، ويبقى عنده التفوق، عنده التكمله كمان. محمد كانو ده خطر جدا، بيكمل شفناه الماتش اللي فات بالنسبه لنا. هو على فكره محمد كانو لاعب سعودي مش لاعب محترف افريقي يعني. احنا في الاتفاق ومن اللعيبه الكويسه قوي، بيلعب بدماغه. بس رغم هذا هو احتياطي عشان بس نعرف، لان في لعيب اعلى منه كتير في نص الملعب اللي هو سلمان الفرج كابتن منتخب السعوديه. صحيح. و ده بينزله تاني تايم هو على طول. هو لسه راجع بس هو غير جاهز، كان اصابه، كان عنده اصابه كبيره قوي. مظبوط. احنا محتاجين احنا محتاجين امكانيات كل لاعب عندنا النهارده. واللعيبه دي شكلها كده هتستفز لعيبه النادي الاهلي، ان هم يدوا كل اللي عندهم النهارده باذن الله رب. وهو ده اللي احنا بنطلبه في الروح وفي الاداء. النادي اللعيبه بتعرف تلعب كوره وبتعرف تمشي كوره بسرعه. انت بتلعب كمان على هدف واحد يا كابتن، الفوز المركز الثالث والميداليه البرونزيه، حافظ عليها المركز ده، وانت اللي طمعت الدنيا كلها. صحيح. بادائك وانت ناقص العدد. مزبوط. وانت بره الحكايه كلها. صحيح. فبقيت الحمد لله في بؤره الضوء. احنا بندور في ناحيه الشمال دي. انا بدور النهارده على الاثنين اللي في النص دول، اللي هو كسبت منها تشيلسي. ايوه يعني تشيلسي كسب من الاثنين اللي في النص دول. أيوه. هو ده التركيز على الاثنين. لا المهم قوي الدوسري مهم مع محمد هاني. محمد هاني لازم ياخد باله، هتجي لك بقى عبدولة الدوسري من كل كوره لازم يخش بيها جوه الماتش. كابتن اسامه، رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده؟ لا تشكيل نموذجي. يعني حتى انا قبل الاستوديو كنت متوقع التشكيل ده بالظبط، ما فيش ولا واحد فيه متغير. كويس. ياسر ايمن اشرف مطرود الماتش اللي فات كان هيبقى موجود، قفشه انذارين كان هيبقى موجود. غير كده تقريبا هو ده التشكيل المثالي. ولكن هي هتقابلك شويه مشكله لو حصل بعض الاصابات، او لا قدر الله يعني حد ما كانش في يومه، جه تغيير شويه، المشكله شويه في الاوراق الاحتياطيه، خاصه والماتش فيه اكسترا تايم. ايوه لو الثالث والرابع، الثالث والرابع على طول ماشي ايا كان. لو هو مجلات ترجيح على طول ماشي، يبقى 90 دقيقه كويس، انه هو 90 دقيقه. لكن لو كان مطول سير جدا طبعا مفيش شك في احتياطي كويس، ولكن برضو يعني في عجز في بعض الحاجات شويه. فلكن التشكيل نفسه تشكيل مثالي، تشكيل مثالي. علي لطفي طبيعي انه يلعب رغم المستوى متقارب مع مصطفى شوبير، لكن هو اللي بيلعب الفتره الاخيره. محمد عبد المنعم اول مباراه ليه مع النادي الاهلي، وشفنا تميزه الغير عادي في بطوله الامم الافريقيه، وانا بعتبره يمكن رقم واحد مع فتوح وابو جبل والشناوي في مرتبه واحده يعني. والونش هم يمكن احسن خمسه لعبوا في البطوله بالنسبه لمنتخب مصر يعني. فمحمد عبد المنعم
ممتاز، اضافه قويه جدا طبيعي. يعني. اه طبعا، ما هو طبيعي يعني صراحه عمل بطوله هايله يعني 9-1 واحد من 10 في التوتال المباريات كلها. افضل سيرد باك مظبوط. ياسر ابراهيم طبيعي ان كان واحد فيه هو او رامي يلعبوا، ياسر اقرب. بالنسبه لثلاثي الوسط المدافع اللي هم حمدي والسولية وديانج طبيعي جدا برضو، وحمدي عارفين زي ما عادل قال وشريف وانت وبلال كلنا من عارفين الموضوع ده، حمدي حتى لو لعب امام السردباكين بيرجع كتالت. مظبوط. يعني اذا ابتدى كده بيرجع تالت، او اذا ابتدى تالت من ورا، ودي طريقه لعب مستر موسيماني في الفتره الاخيره. تالت بيزق النص الملعب عشان يطلع السولية وديانج في الناحيه الهجوميه شويه. بس هو الكابتن عادل برضو نبهنا لنقطه، خطوره الجبهه اليمنى اللي بتلعب عليها على علي معلول النهارده. مظبوط. مين اللي هيميل مكان علي معلول في حاله الهجوم؟ هل السولية اللي هي لا ياسر. انا بتكلم عن نص الملعب. نص ملعب المدافع السولية نمره واحد. السولية هو اللي هيميل ناحيه علي معلول. ما هو بص لما بتلعب بثلاثه ارتكاز بيبقى في واحد يمين واحد شمال واحد تحتيهم اللي هو حمدي فتحي. ايوه. فالشمال اللي هو عمرو السولية هتلاقيه مايل ناحيه معلول هو وياسر ابراهيم، ده طبيعي. وفي الناحيه الثانيه هتلاقي ديانج مع محمد عبد المنعم مع محمد هاني، وحمدي فتحي هو اللي بيغطي الطرفين، يعني هو اللي بيغطي على الناحيتين. كويس. بس معنى كده ان في تواجد معلول في الجزء الامامي لملعب الهلال السعودي هيبقى في عدم تكمله من السولية او مسانده هجوميه في نص ملعب النادي الهلال السعودي، هيميل شويه على علي معلوم. ما هو حسب ظروف اللعب. صح. لانه في يعني حسب ظروف اللعب. في اوقات ممكن في علي عبد القادر ممكن يكون اتاخر. أيوة. وخد هو المكان معلول، ومعلول هو طاهر. بس كده او ياسر بيبقى طالع في الجنب ده شويه وحمدي مستني، يبقوا الثلاثه مستنيين اللي هم ياسر وحمدي وعبد المنعم. واحيانا ممكن بكمل باكين، فهي حسب ظروف اللعب. ولكن عامه ما بيفضلش ان الجنب كله يطلع. يعني ما ينفعش مثلا علي معلول يطلع وياسر يطلع وعمرو السولية يطلع واحمد عبد القادر يطلع، يبقى الجنب كله مضروب، بيبقى في حد ميل ناحيه اللي هي الفراغ عشان هجمات مرتده والحاجات دي. فده طبيعي. والثلاثي الامامي سريع، شريف بقاله فتره ما بيلعبش ونرجو ان شاء الله انه يعمل ماتش كويس ويثبت لمستر كيروش ان هو جدير انه يحتل مكانه في منتخب مصر، لانه ما خدش فرصه كويس مع منتخب مصر. فان شاء الله يعمل ماتش كويس. احمد عبد القادر كنا شايفين انه يلعب من البدايه الماتش اللي فات، او ينزل حتى هو نزل صحيح في الدقيقه 6 بس كان ينزل في بدايه الشوط. مراوغ سريع بيعرف يروح يجيب جون، بتملي بينقلك لقدام يعني ما بيلعبش لتحت، عنده حلول. صحيح. طاهر ماشي بشكل كويس، يقدر يدافع مع هاني. فهي الاطراف النهارده ياسر الشهراني مع الدوسري جبهه جامده جدا بالنسبه للمنتخب السعودي، وخاصه سالم الدوسري مراوغ وسريع، وايضا ياسر الشهراني. الناحيه الثانيه كان المره فاتت ماريجا وسعود عبد كان البريك، بس البريك مريح النهارده. ماريجا كان واخد الطرف اليمين برده سريع وقوي، واذا كان زي ما عادل بيقول كاريلو هو اللي هيلعب ناحيه اليمين، ايا كانت تبقى في جبهه، فهيبقى صراع الجبهات ده هيبقى قوي جدا. صحيح. ولذلك زي ما انت قلت مهم جدا لما علي معلول يطلع، لانه قوه هجوميه للنادي الاهلي. لابد ان المنطقه دي بص يا كابتن دي صوره من المباراه اللي فاتت. ماشي هتقلنا من الاول برضو، هتقلنا من البدايه. ايوه بص يا كابتن ده سالم الدوسري. ايوه مراوغ وسريع، وبرده الشهراني اللي هو وراه الباك. ايوه بص فين ويدخل لجوه وعنده حلول من بره، فهو عنده سرعات. نفس الشيء الناحية التانية، فزي ما بنقول إنه هاني لما يطلع وعلي معلول لابد الفراغات دي تتسد، يعني نقفل مكانها. أيوة. عشان هم عندهم سرعات في التلت الأخير وعندهم قدرة على المراوغة والتسديد، فلازم تبقى في حماية. أيوة. من الناس اللي في نص الملعب أو قلب الدفاع زي ياسر. وده ماتيوس بريرا متهيألي اللي معاه الكوره. ده بريرا. 15 بريرا ده صانع الالعاب برضه، لعيب هاي لعيب كويس برضه وبيعرف يوصل لعيبه وبيعرف يتحرك، يعني هم فرقه جيده في كل خطوطها. صحيح. وايضا النادي الاهلي طبعا بطل افريقيا والقاره وبطل العرب. صحيح. فهي تبقى مباراه قويه ما فيش شك في كده. طيب كابتن بلال رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي الاهلي، وخليني اسالك هل عدم وجود محمد مجدي قفشه النهارده هيؤثر على محمد شريف؟ بص يا كابتن خلينا يعني كابتن اسامه اتكلم عن التشكيل وقال انه تشكيل جيد من وجهه نظره. أيوة. هو بالحقيقه تشكيل جيد، يعني الاسماء اللي قدامنا دي
بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها مستر موسيماني هي تشكيل بالنسبه لنا. عايز تضيف حاجه شكلك كده على التشكيل؟ لا ممكن يكون عنده وجهه. لا انت شكلك كده عايز. لا والله لا بجد لا التشكيل جاي ياخد بالك كنا بنبحث عنه في اطار في اطار المتاح. ايوه ما هو انت خد بالك انت يعني انت بيبقى عندك القماشه موجوده مين ما بيلعبش مين بيلعب خلاص وانت حسب ظروفك فانت بتحط المتاح كويس تمام بي 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 بتشتغل بيه يعني. فالتشكيل من وجهه نظري وتشكيل جيد هو الافضل من وجهه نظري الشخصيه يعني. كويس بس هو هنا يا كابتن يعني السؤال بس يعني هل النهارده مثلا ممكن يبقى في تغيير في ادوار محمد شريف وطاهر محمد طاهر؟ ما ده اللي انا عايز اسالك يعني من اجاد في الحته دي بالظبط من اجاد هو طاهر في المباراتين اللي فاتوا الحقيقه من وجهه نظري يعني تمام هو من اجاد في حته ان هو بيلعب كسترايكر لان طاهر لا مش بس محط طاهر اكثر تحركا على الاطراف من شريف اكثر تحركا على الاطراف من شريف يعني شريف بيحاول بقدر الامكان يتحرك في العمق خلينا نتكلم انك تتكلم على مركز راس الحرب تسعة ايوه بالظبط اتكلم تسعة ما انا بقول لك الاثنين محمد شريف وطاهر محمد طاهر كويس تمام المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبلها طاهر بيعرف يتحرك بره كويس فالحته دي بتديك فرصه زي ما عملنا زي المباراه اللي فاتت ان وليد سليمان لما نزل كان بيعرف يدخل في العمق مزبوط. احمد عبد القادر لما نزل كان بيعرف يدخل في العمق. شريف يعني برده لما يعني تحركاته الحقيقه بتخلق مساحات انت ممكن تحتاجها النهارده في الماتش بتاع الهلال لان النهارده خد بالك انت الاثنين المدافعين بتوع الهلال اثنين سرعه عندهم سرعه تمام عندهم سرعه فممكن الحاجات السريعه دي ما تناسبش برضو مش هتبقى اللي ممكن تلعب عليها الا لو بتشتغل الا لو بيشتغلوا على الاوفسايد جيم تمام لو من نص ملعب فانت ممكن تضرب واحده فتروح يعني شريف سريع شويه برضو طاهر سريع شويه لو بيشتغلوا لو هيلعبوا اوفسايد جيم قدام النادي الاهلي هيبقى هم في حته خطر شويه بس ما اعتقدش ان هم ممكن يعملوا الحته لان هم بيلعبوا من ثالث ملعب يعني بس دي كان مميز فيها في البينيات بالذات محمد مجدي قفشه مع محمد شريف ما كانش بيلعب بلاي ميكر بالظبط رقم 10 بالظبط بيلعب طرف كان بيلعب على الطرف فمش هتعرف تستغل الحته دي 4 2 3 1 الافضل والامثل لشريف ان يلعب من تحتيه مجدي قفشه الافضل والامثل بالنسبه له لان هو مجدي كمان مميز في الشورت باسز يعني الحاجات الصغيره دي بيعرف يحطها البينيات بيعرف بما انك بتتكلم على هجوم يا كابتن ده هجوم تشيلسي واحد المواقف الدفاعيه لفريق نادي الهلال السعودي المباراه اللي فاتت يعني واضح ان هم كمان يعني ادي الجول يا كابتن ادي ثالث ملعب دي الخطا الهجمه اللي جه منها الجول الباك صلح حاله بقى خبطت فيه اللي هو خبطت فيه شعراني من غير ما ياخد باله بالظبط بس خطا وارد يعني خطا في كره القدم وارد يعني هم فرقه تمام بالله بس بعد اذنك قبل ما تكمل النقطه بتاعه شريف وطاهر وانت برضو علق عليها انت اتفضل شريف انا من وجهه نظري هو اقرب للتهديف من طاهر طاهر بيتحرك كتير ولكن تركيزه على المرمى شريف اكتر دي نقطه ومش هيدافع برافو عليك النقطة الثانية لو شريف راح على الجناح هي ممكن تحصل تبادلات في الماتش لكن لو شريف راح على الجناح الجنب الشمال بتاع ريت السوتشات دي الشهراني والدوسري جامد فطاهر يقدر يرجع يدافع لتحته كده شريف مش عنده دي قوي لكن احيانا ممكن يتبادلوا شريف يعني برضه انت علق عليها ايوه مظبوط يعني بص انا بقول كده ليه يا كابتن انت بتحسب يعني انت بتشتغل وانت بتفكر على برضه امكانياتك بس امكانيات برضه الفرق اللي قدامك طبعا امكانيات الخصم اللي قدامي طبعا. هل النهارده ممكن تتاح فرص لشريف النهارده للتسجيل من بينيات لو عرضيات يبقى انت النهارده مش هتعرف تسجل اهداف انا خلينا نتكلم يعني شريف مش مميز في الكرات العرضيه بس نسبه تهديفه اعلى من طاهر يعني احساسك بيه جوه ال 18 مظبوط يا كابتن صح انا بكلمك انت هتشتغل بانهي طريقه وبانهي شكل يعني النهارده واحد هيجيلك فرص كتير في العرضيات والحاجات دي ممكن يعني وحتى كمان الناحيه الشمال هو ملاعب سعود عبد الحميد المدرب ملعبه عشان حاجه واحده بس اولا البريك هو اللي بيلعب بريك افضل باك رايت طبعا هاي ليه عادوا الماتش ده عشان علي معلول ليه حط كريريو قعد اجله برده عشان علي معلول هو عارف ان جبهه النادي الاهلي اللي ناحيه الشمال مميزة. علي معلول طب ما هو انا عشان كده وانا بقول لك ما انا عشان كده بقول لك طاهر اصلح انه يبقى ناحيه اليمين عشان يرجع يدافع يعني عايز اقول لك حاجه لا سعود يعني ويرجع لا سعود مش هيطلع يعني انا مع بلال ممكن يعملوا التبادل ليه لا يعملوا اثناء المباراه بس انا بتكلم لان لا سعود اخره نص الملعب مش كتير بيروح على ناحيه اليمين شفت لوكاكو هو كابتن بلال قصدك ظروف الماتش دي انا بتكلم ليه على ظروف الماتش
بص وانت بتهاجم الهجوم الطبيعي وانت بتلعب انت كفرقه انت لما تبقى انت ليدنج على الفرقه اللي قدامك انا احط شريف في القلب ما عنديش مزبوط. ما عنديش مشاكل في الحته دي صح. لكن انت بتلعب على قدام فرقه انت بتحاول تخلق مساحه أيوة. عشان تشتغل عليها أيوة. طاهر شريف ما بيعرفش يخلق مساحه لنفسه في الملعب هو بيشتغل تحركات قطريه فمحتاج انك بتلعب جيم انت متسيده فبالتالي ممكن يظهر لك بشكل كويس قوي في الحاجات البينيه اللي بتلعبه ثرو باس حاجه بينيه يشتغل عليها كويس لو علي معلول مكمل مثلا من جوه ال 18 هو بيعرف يعمل الحته دي كويس بيكمل في الحته دي لكن انا بتكلم على خلق المساحه أي. خلق مساحه التهديف اصلا من بدايه الماتش أي. انت هتخلق مساحه ازاي اللي انا بقوله انا ما بقولش ان شريف يلعب برضه انا بقول لك ممكن تبقى دي في بعض الاوقات فكره ماشي. للمدير الفني مزبوط. ان انا عايز طاهر هو اللي بيخلق المساحه بشكل كويس لانه طاهر كتير التحركات بيتحرك كويس بيتحرك كتير بره يعني بيفضي مساحه الحته دي بيفضي مساحه الناحيه دي الجامب بتاعه عالي بيشتغل كويس يعني الماتش انا بتكلم على الماتشين اللي احنا شفناهم في بطوله كاس العالم للانديه هو كان افضل في الحته دي حتى لما نزل شريف المباراه اللي فاتت الحقيقه برده ما حسيتش انه فارق في المكان ده اكتر مكان طاهر حتى طاهر كمان بيكمل يعني هو مشكلته طبعا زي ما قال كابتن اسامه انه برده على الجول مش قوي مش مؤثر بشكل أي. كبير تمام ليه لانه ما لعبش الحته دي بقاله كتير بقاله فتره كبيره جدا 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 فما عندوش الاحساس الكبير ان هو يسجل اهداف دي بس النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها على حته محمد شريف وطاهر الربط مع عبد القادر هيبقى مهم جدا النهارده عبد القادر لعيب كويس بيمسك كره تحت رجله لعيب مراوغ لازم يبقى النهارده فيه تحركات جيده جدا 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 من الاثنين اللي جنبه لانه ممكن يستغلوا مهارات عبد القادر في الحته دي مهم الاثنين اللي جنب عبد القادر سواء اذا كان شريف او طاهر مين اللي هيلعب في القلب يبقى برضه يعني بيبص وبيشتغل وبيربط مع عبد القادر في الحته دي صحيح. مطلوب من السوليه واليو ديانج النهارده التصويب يعني برضه انت لما تبقى صعب الاختراقات يبقى لازم عندك حلول تانية مختلفة مزبوط. حلول التصويب النادي الأهلي المباراة اللي فاتت يمكن صوبنا تصويب واحدة فقط أو تصويبتين على الجول طول 90 دقيقة صحيح. برغم أن كانت في فرص ممكن من يعني هقول لك في كرة جت على اتشاطت على النادي الأهلي تقريبا من نص ملعب المباراة اللي فاتت من نص ملعب وجت في العارضة من نص ملعب تمام النهاردة مطلوب من ديانج وعمرو السولية التصويب مهم جدا ده سلاح أيوة. قوي لما يكون انت الفرقة اللي قدامك انت مش عارف تكتشفها ازاي او هي عندهم سرعات وعندهم كارتي كباتن بيتكلموا على الفرقة وشافوها انا شفت بس جزء صغير من مباراة تشيلسي لكن هم فرقة قوية امتازوا بالسرعة تحركات جيدة في الملعب هم فرقة منظمة تكتيكيا دخل الملعب مزبوط. فانت عشان تخترقها مطلوب انك تخلق مساحات كويسة مطلوب انك تصوب مطلوب الكرات الثابتة بالنسبة لك تستغلها أيه. بشكل جيد مزبوط. لان ممكن يكون مباراة تخلص بكرة ثابتة وضع طبيعي أيه. انت لو دفعت زي ما دفعت المباراة اللي فاتت واللي قبلها تنظيم دفاعي مع الهجمات المرتدة السريعة مش بس تنظيم دفاعي فقط صحيح. مع الهجمات المرتدة السريعة وخلق المساحات ممكن يبقى ليك دور فعال النهارده في بإذن الله طيب تعالوا بعد إذنك كابتن شريف نروح نعيش الأجواء شوية مع أعضاء النادي الأهلي وزميلاتنا الأعزاء مريم سميح من أهلي الجزيرة ورزان نصر من أهلي مدينة نصر ومنا المنيسي من أهلي الشيخ زايد ونبدأ بزميلتنا مريم سميح اتفضلي يا مريم مساء الخير عليك يا كابتن ايمن برحب بيك وبرحب طبعا بضيوفك الكرام الكباتن الكبار نجوم الاستوديو التحليلي كابتن شريف عبد المنعم كابتن احمد بلال كابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن طبعا يعني من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره استعدادات خاصه جدا لديربي كما اطلق عليه جمهور النادي الاهلي الديربي ما بين الاهلي بطل افريقيا والهلال السعودي بطل اسيا الحقيقه ان كل الناس متشوقه بداوا التوافد على مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره يمكن من الصباح الباكر خاصه النهارده يوم السبت يا كابتن أيمن يعني يوم بيبقى إجازة لأغلب الناس يمكن بدأوا التوافد فيه تمام الساعة يعني 11 صباحا وكمان 12 ظهرا ولسه التوافد يعني بيزيد ساعة بعد ساعة خاصة أن خلاص باقي يعني نصف ساعة على انطلاق المباراة الحقيقة كمان أن يعني الأجواء وموعد المباراة شجع الناس أن هي تكون موجودة زي ما أنت شايف خلفي يعني يمكن يا كابتن أيمن الشاشة العملاقة أو الشاشة الرئيسية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفي شاشة أخرى طبعا في المبنى الاجتماعي يمكن التوافد عليها كان أكتر بسبب ظروف الشمس هنا في الشاشة الرئيسية ولكن استعدادات النادي سواء من الإدارة التنفيذية أو إدارة الخدمات وكمان القائمون على مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة كان في يعني توفير عدد كبير من الكراسي على عكس العادة أو على عكس الأيام العادية طبعا استعدادا للماتش الحقيقة كمان أن يعني شفنا الناس بتتكلم في بعض من القلق على النادي الأهلي النهاردة ولكن
كلهم ثقه، خاصه ان احنا كنا هنا يا كابتن ايمن من سنه تحديدا او تحديدا في 11 فبراير 2021 احتفلنا بالبرونزيه الثانيه لكاس العالم للانديه للنادي الاهلي وخلصت بركلات الترجيح. بيأملوا ان يعني يتعاد نفس السيناريو، خاصه انه كان في نفس التوقيت من هذا العام العام الماضي. ان شاء الله الاهلي يحققوا نتيجه كويسه، وان شاء الله يعني رجالنا رجال النادي الاهلي يكونوا رافعين راس النادي الاهلي دايما، لان جمهور النادي الاهلي الحقيقه ان هو يعني حريص جدا النهارده ان هو يكون موجود ويتفرج على المباراه، خاصه ان هي ما بين نادين يعني عربيين. كل ده طبعا حماس، وكل ده بيرجع لجمهور النادي الاهلي ان هم عايزين يشوفوا يعني مباراه كبيره جدا بتجمع ما بين بطل افريقيا وبطل اسيا. يعني يمكن كانت دي كل الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. بشكرك جدا كابتن ايمن، عوده ليك مره اخرى. شكرا جزيلا للزميله العزيزه مريم. ومن اهل الجزيره نروح لاهل مدينه نصر وزميلتنا رزان نصر. اتفضلي يا رزان. برحب بيك كابتن ايمن، برحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي، برحب كمان بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النهارده من مقر النادي الاهلي فرع مدينه نصر هنقل لحضراتكم كل الاجواء طبعا المتعلقه بما قبل مباراه الاهلي والهلال السعودي في نهائي كاس العالم للانديه. الحقيقه مباراه يعني قويه جدا، مباراه صعبه جدا، مباراه ممتعه جدا. النهارده يعني في توافد كبير جدا من الاعضاء، يعني كل ساعه تقريبا في تزايد مستمر من الاعضاء، كمان لان النهارده درجه الحراره كمان يعني درجه جيده جدا، فده مخلي الاقبال شديد جدا من الاعضاء. طبعا كلهم مستنيين ومترقبين هذه المباراه، مباراه يعني زي ما قلت هي مباراه قويه وممتعه، خصوصا انه يعني فريق الهلال السعودي يعني فريق شفنا الحقيقه اداء مميز جدا من خلال المباريات الماضيه، ولكن طبعا كل تمنينا للنادي الاهلي بالفوز النهارده في كاس العالم للانديه. خلينا كابتن ايمن سريعا نفكر كمان او نعرف مشاهدينا ب يعني التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. علي لطفي طبعا في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم وعلي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، اليوديانج في خط الوسط، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الهجوم. طبعا بنتمنى كل التوفيق لنادي الاهلي النهارده ويحققوا مركز ثالث بالبرونزيه كاس العالم للانديه. ودي تقريبا كانت كل الاجواء هنا من فرع مدينه نصر بنادي الاهلي. بشكرك جدا يا كابتن ايمن وعوده ليك مره ثانيه للاستوديو. شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه رزان. ومن اهل مدينه نصر نروح لزميلتنا منى المنيسي واهلي الشيخ زايد. اتفضل يا منى. كابتن ايمن برحب بيك وبرحب طبعا بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما حضرتك قلت انا دلوقتي موجوده في الاهلي الشيخ زايد عشان هنقل لكم اخر واهم الاستعدادات قبل انطلاق مباراة اليوم بين النادي الأهلي بطل أفريقيا ونادي الهلال السعودي بطل آسيا على طبعا برونزية كأس العالم للأندية اللي مقامة دلوقتي في الإمارات. يعني العدد فعلا بدأ بالتوافد، العدد الكبير بدأ بالتوافد فعلا على مقر النادي الأهلي بالجزيرة بالقصدي عفوا بالشيخ زايد. الأعداد كبيرة جدا، جراشات النادي كمان مليانة بعربيات الاعضاء بشكل كبير جدا. يعني يمكن النهارده يمكن عشان يوم سبت يوم اجازه وكمان اجازه نص السنه، ماتش مهم جدا بين الاهلي والهلال السعودي، ففي اقبال شديد جدا من الاعضاء وبداوا ان هم يزيدوا بالفعل دلوقتي وانا بكلم حضرتك. طبعا يعني مجهود كبير جدا مبذول من مدير النادي الاهلي هنا بفرع الشيخ زايد اللواء خالد عبد الرحمن، وكمان اللواء يحيى اباظه مدير امن النادي، وكمان اداره النادي كلها موجوده هنا، اداره الخدمات كمان، كله بيباشر على الاستعدادات الاخيره قبل انطلاق المباراه. يا رب يعني نحتفل مع بعض ان شاء الله مع الاعضاء الكتار الموجودين دلوقتي في الشيخ زايد بالفوز بالبرونزيه كاس العالم للانديه ان شاء الله. طبعا نادي الهلال السعودي طبعا فريق كبير فيه محترفين كتيره، اول مره ان هو يبقى بيشارك في بطوله كاس العالم للانديه، لكن طبعا فريق كبير قدر ان هو زي ما شفنا ان هو يخسر امام نادي تشيلسي بهدف واحد بس. كمان كان في يعني بعض الاحاديث الجانبيه بين اعضاء النادي شفتها من بدري، طبعا كنت بتكلم معاهم عن تاريخ النادي الاهلي في هذه البطوله. طبعا النادي الاهلي شارك في هذه البطوله من 2005 لكن خد المركز الاخير السادس والاخير، بعدها في 2006 قدر النادي الاهلي في تاني مشاركه ليه في البطوله ان هو يحصل على
يحصل على البرونزية الأولى مع مستر مانويل جوزيه ساعتها، بعدها البرونزية الثانية كانت العام الماضي مع مستر موسيماني. بنتمنى أكيد أنا وكل جمهور النادي الأهلي سواء أعضاء النادي أو حتى جمهور النادي الأهلي في كل مكان أن البرونزية النهاردة تبقى البرونزية الثالثة، ونبقى بنحتفل مع النادي الأهلي مع كل أعضاء النادي سواء هنا أو في جمهور النادي الأهلي كله بالبرونزية الثالثة للنادي. بشكركم جدا، وطبعا العودة إليك وكلمة إليك مرة ثانية في الاستوديو كابتن أيمن. تفضل. شكرا جزيلا للزميلات العزيزات مريم سميح ورزان نصر ومنى المنيسي، وشفنا تجهيزات على اعلى مستوى في فروع النادي الاهلي المختلفه سواء اهلي الجزيره، اهلي مدينه نصر، اهلي الشيخ زايد. وتحس من كلام زميلاتنا العزيزات ان الاعضاء متشوقين جدا للميداليه البرونزيه، يعني الاعضاء مهيئين نفسهم ان شاء الله ان شاء الله ان النادي الاهلي هو الفائز بمباراه اليوم زي ما قلنا، الفائز عربي ونتمناه ان شاء الله اهلاويا. معانا من ملعب المباراه زميلنا، طب لسه مش جاهز، طيب نرجع له مره ثانيه. طيب نطلع لفاصل وبعد كده نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا على التليفون بشاره من ملعب المباراه زميلنا العزيز امير هشام. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك ولضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ربنا يخليك يا حبيبي، طمني ايه الاجواء عندك وطمني بقى على الجمهور اخباره ايه؟ لا اطمن خالص على موضوع الجمهور، بصراحه النهارده جمهور الاهلي مالي المدرجات، حتى هذه اللحظه لم تكتمل مدرجات بشكل كامل، لكن الاغلبيه العظمى لم يكن كل الموجودين والحضور والمشجعين اهلاويه، عدد قليل جدا من جماهير الهلال يعني متوزع على المدرجات بتاعه الملعب. ده عكس المباراة اللي فاتت تماما. تماما 100%، فجمهور الاهلي اكثر بكثير طبقا للموجودين حتى الان، يعني تقريبا ناقص ثلث ساعة على المباراة، واكيد ان شاء الله باذن الله العدد هيزيد اكثر من كده وهيبقى فيه حضور اكثر من كده من جماهير النادي الاهلي. باذن الله رب. حاجة مبشرة اكيد وشيء ايجابي جدا للمباراة دي، ان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يكون موفق في الماتش ده، وان شاء الله باذن الله نقدر نفوز بالميدالية البرونزية، واكيد في صور عندك في الملعب دلوقتي يا كابتن ايمن. خاصه بالجماهير والحضور حتى هذه اللحظه، وخليني اقول لك ان شاء الله على ميعاد المباراه، لان درجات الحراره مرتفعه دلوقتي المباراه بشكل مبكر شويه، فالشمس ضاربه في الملعب كله، فممكن يعني يكون الجماهير مستنيه يعني موعد انطلاق المباراه او قبل المباراه بخمس دقائق، ويبقى العدد اكتمل باذن الله. باذن الله مبشر جدا يعني. طمني بقى كالعاده قبل كل مباراه على الحاله الفنيه والمعنويه للاعبين. لا يعني الحاله الفنيه والمعنويه جيده جدا طبعا، بعد الاخفاق امام بالميرس يعني كان في حاله من الحزن الكبير، لان الطموح كان حتى رغم الظروف الطموح كان واصل للمباراه النهائيه، لكن ما كانش في توفيق، ويعني تفاصيل صغيره هي اللي اثرت على الاهلي في المباراه دي، لكن في كل الاحوال الكل يعني فتح صفحه جديده وركز في مباراه الهلال من ثاني يوم على طول الماتش بالميرس، ويعني اللعيبه كلها عبد العزم على ان شاء الله باذن الله لما يفرحوا جماهير النادي الاهلي من خلال تفوز ماتش النهارده وتبقى يعني ميداليه برونزيه للسنه الثانيه على التوالي والثالثه في تاريخ النادي الاهلي، ده الهدف الحالي بالنسبه للمجموعه دي، لكن مش ده طبعا الهدف الاكبر والازمه الخاص بالوصول للمباراه النهائيه السنه الجايه، وكل الحديث ما بين اللاعبين والجهاز الفني بشكل عام ومستر فيكتور موسيماني هو في كيفيه الوصول لكاس العالم المره الثالثه على التوالي والوصول كمان للمباراه النهائيه، لان ده الحلم الاكبر كل صحيح، ولكن واجهتنا بعض الظروف الصعبه الدوره ديت، فبصراحه يعني كانت الظروف مش لصالح النادي الاهلي بصراحه. طبعا 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 ده كان امر ملحوظ والكل واخد باله من كده، يعني حتى صحيح. كابتن ايمن كل الانديه اللي بتشارك في البطوله السنه دي بمديرها الفني بكل الجماهير حتى كلمت مع بعض كتير كله عارف بيقول احنا عارفين ان الاهلي ناقص، ورغم كده قدر ان هو يعدي مونتيري، فيعني احنا استغربنا جدا بروح اللعيبه في الملعب، وعارفين ان الاهلي رغم كل الظروف دي قدر ان هو يعمل بطوله جيده، لكن لو الاهلي كان مكتمل العدد كان الكلام هيبقى مختلف تماما، يعني بالتحديد كمان في مباراه بالميرس، لان احنا كمان في المباراه دي كنا قريبين والله يا كابتن ايمن، لكن هو ما كانش فيه توفيق. مظبوط. الشوط الثاني تحديدا كنا كويسين جدا، يعني الظروف للاسف كلها عندت النادي الاهلي في البطوله دي، لكن التحضيرات هتفضل مستمره لحد ما يتحقق الحلم باذن الله، ليه لا ما ناخدش البطوله دي هو باذن الله وان شاء الله يا امير نحافظ على المركز الثالث والميداليه البرونزيه ان شاء الله النهارده.
يا رب يا رب ان شاء الله اللعيبه مركزه يا كابتن ايمن، وان شاء الله باذن الله يفرحونا النهارده باذن الله ونبارك لبعض بعد المباراه ان شاء الله حبيبي. شكرا شكرا جزيلا زميلنا العزيز امير هشام، شكرا يا حبيبي، الف شكر كابتن. النهارده يبتدي مستر موسيماني ازاي النهارده في ضوء التشكيل؟ ما كان عندك اعتراض الماتش اللي فات على البدايه. لا 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 النهارده زي ما كلكم قلتوا احسن تشكيل. لا انا ما بتكلمش على التشكيل، انا بتكلم على اسلوب اللعب. تلت ملعب مش ملعب دي، انا ما انت عايزه يقابل من نص ملعب الخصم او تلت ملعب الخصم. الشكل التكتيكي اللي هو عمله كان 10 على 10، لكن المره اللي فاتت لم يسعفوا اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا في الشكل الهجومي. ايوه يعني ان تاني حاجه حذرنا من حاجتين اتغلبنا بيهم، الميس باص، اخطاء بالظبط، اخطاء اللي هي تمرير. في الباصات في الاماكن اللي هو ما ينفعش انك انت تعمل فيها ريسك، ريسك في الباص. مظبوط زي ما انت قلت عايز يلعبها من جنب رجله من رجل. فتترد علينا السرحان بتاع الاثنين سيرديباكات بتوعنا، واحد عايز يعمل اوفسايد جيم والتاني مغطي بثلاثه يارده، الرؤيه لبعضهم الاستكشافيه لنفسهم، ده كله ما بيجيش الا وانت واقف في الملعب مركز. واضح ان الملعب كابتن فعلا مليان بجماهير النادي الاهلي تقريبا عن اخره. كنت عايز افتح معاك بكلمه ان الاهلي يدوب بالحياه الرياضيه في اي حته بيروحها. صحيح هو صاحب البطولات وصاحب الاماكن اللي هي بتسعد الناس كلها النهارده، صاحب نجاحات البطولات دي. الدنيا كلها في البيوت النهارده مشغلين القناه والناس كلها بتسعى انها عايزه تشوف المباريات، الكافيهات، البيوت، الحفلات في الظهر، الغدا سالنا انا. أيوة. الدنيا كلها النهارده قايمه، كل واحد في بيوت الزملكاويه والاهلاويه النهارده بيتمنوا الميداليه الثالثه للنادي الاهلي. صحيح. والوجود اللي طمعونا فيه لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني. كابتن الاهلي بيلعب باسم مصر وبيلعب باسم افريقيا طبعا، الوضع الطبيعي ان كلنا نشجع. ابسط كلمه انت قلتها بيلعب باسم مصر طبعا، يعني ف بتغطي على كل ده ايمن روح اللعيبه. ايوه بتغطي على كل لعبه امكانيه كل لعيب وحرصه ان النهارده انه يقدم حاجه. ايوه حرصه ان هو يكون موجود النهارده والهلال استفزك. مظبوط هيخليك تلعب كوره. صحيح. هيخليك تلعب كوره. صحيح. هيخليك لازم تحاول تكسب، هيخليك لازم تحاول تكسب. مظبوط مش كل يوم انا بوصل كوارتر فاينل وسيمي فاينل، خدت بالك؟ وبقى كنت ممكن اوصل فاينل قدام فرقه اللي اتخدعنا فيها، فرقه بالميراس. مش ممكن دي البرازيل. البرازيل باكليفتا اسامه يلعب الكره، بس انا هقول لك حاجه يا كابتن، باك رايت يلعب لي الكره، فين البرازيل والتيك تاك زي الجون الاولاني اللي جابوه فينا؟ طب اسمعني يعني، بقول لك تسمعني، يلا بينا، هتشوف شكل تاني لبالميراس قدام تشيلسي الانجليزي. ربنا معاهم بقى ما يشيلوش كتير. المهم المهم اللي انا عايز اقوله لك ان الاهلي النهارده لازم يكسب الفرصه اللي هو فيها ان شاء الله، انك انت ما كانش عندنا اي امكان فرصه واحده ان احنا نوصل في المكان اللي احنا موجودين فيه النهارده ولا ولا المباراه اللي فاتت. فاحنا اللي عملنا كده بايدينا ان شاء الله، يا رب الفرحه ويا رب اللعيبه تمسك في الملعب النهارده. أيوه. بالجري كتير، اللعيب كل ما بيجري كتير كره بتجيله كتير، بتجيله فرص كتير، استغلال الفرص بقى لو جات يا ايمن. أيوه. يا رب ان كل واحد يحافظ على الكره لما تيجي ويفكر فيها، مش تفكير عايز اخلص. صحيح. زي ما بلال قالك مفيش تصويب، ما فكرش ازاي الراجل اسمه ديانج ده بيعدي واحد اتنين وتلاته، يا فكر انك تودي واحده تترد محمد شريف يحطها زي ما حصل الماتش اللي فات. صحيح. التصويبه الوحيده اللي جبناها كانت جول. مزبوط. اتردت من ايد حارس تشيلسي. اتردت الراجل لو مش واقف اوفسايد جول، دخلت جوه الجيم وممكن تعمل مشاكل كلها. صحيح. يا رب نستخدم كل امكانياتنا في الملعب النهارده يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه، يمكن في مباراه منسيه للنادي الاهلي كان لعبها ضد الهلال السعودي في البطوله العربيه 96. مظبوط مظبوط. والنادي الاهلي كسب بالهدف الذهبي. لا هم اللي مش كده، لا واللي احرز الهدف كان احمد نخله 2-1، واحمد نخله هو اللي جاب الهدف الذهبي. ايوه صح. ايوه صح. كسبنا 2-1 كان موجود احمد نخله، واحمد نخله هو اللي جاب الهدف الذهبي، كان ساعتها معمول بالهدف الذهبي. مظبوط. الجيل طبعا اللي كان فيه هادي خشبه واحمد نخله والحديدي مظبوط، وطبعا احنا مجموعه كنا موجودين معاهم. انت كنت معاهم برضه؟ وفعلا المباراه دي انا تذكرتها، كنت ناسيها يعني. ايوه مظبوط. طيب ندخل بقى على تشكيل الهلال. ايوه خليني هرجع لك يا كابتن عادل في تشكيله بخصوص المعيوف. بس بفكرني يعني. ايوه
دلوقتي الهلال زي ما الكابتن عادل النهارده هيلعب بنفس الاسلوب 4-2-3-1. مظبوط. من بدايه المباراه ازاي مستر موسيماني هيقابل نادي الهلال؟ هل زي ما قال الكابتن شريف؟ هو خلي بالك هو في المؤتمر الصحفي نفسه مستر موسيماني قال احنا بالغنا، هو نفسه قال احنا بالغنا في الدفاع. مظبوط. فمعنى كده انه مش هيفكر كده النهارده، انه هيبقى يعني في ماتش بالميراس بيلعب من نص الملعب وتحت قوي. هي المشكله ايمن الكره منقسمه لحاجتين، دفاع وهجوم، مفيش حاجه ثالثه، يا بتدافع يا بتهاجم. بتفقد الكره بقى بتدافع بمناسبه ما بتقول انك بتدافع وبمناسبه الدفاع، هل ثنائيه محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم هي الافضل، ولا ثنائيه محمد عبد المنعم ورامي ربيعه هي الافضل من وجهه نظرك؟ هما الاثنين كويسين، بس هو خلي بالك رامي ما بيملش، محمد عبد المنعم طول البطوله العربيه بيلعب ناحيه اليمين، ياسر بيعرف يلعب ناحيه الشمال وناحيه اليمين، رامي ما بيملش قوي ناحيه الشمال. فياسر كان اقرب، وخاصه حتى في ماتشات الدوري كان ياسر اقرب يعني. أيوة. فهي كده الافضل دلوقتي في الوقت الحالي. ماشي كفضل. فانا بقول لك الكره دفاع وهجوم، بتفقدها تبقى انت في موقف دفاعي. ماشي. بتبقى معاك بتبقى في موقف هجوم. هي المشكله في الماتش اللي فات الشوط الاولاني انك انت عامل الجزء الدفاعي بشكل جيد، ولكن سرعه التحول والانطلاق من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، كنت انت حاطط قفشه ناحيه الشمال وطاهر راس حربه وحسين الشحات ناحيه اليمين الثلاثي الامامي. مجدي قفشه عشان يوصل من عندنا من 18 عندنا لغايه ال 18 هناك مش اسلوب لعبه. صحيح. مش اسلوب لعبه. مظبوط. فالطبيعي لو كنا احنا بنقابل من قدام شويه كان مجدي هيبقى قريب من ال 18 هناك. فدي كانت مقلله النواحي الهجوميه عندنا. كويس. فالنهارده ما اعتقدش ان مستر موسيماني هيعمل كده، خاصه انه برضو انت بطل العرب وافريقيا زي ما كويس. الهلال بطل اسيا والعرب. احنا ما بنلعبش تشيلسي مهما كانت قوه الهلال. الهلال طبعا فرقه هايله، بس انا اقصد انا متفق مع الكابتن شريف انه هيبقى قدام شويه، مش ضروري يضغط ضغط عالي قوي يعني من على 18. بس على الاقل هيبقى في تلتين ملعب الهلال. مين اللي هيقوم بالدور اللي هو كان المفروض لو محمد مجدي قفشه موجود هو اللي هيقوم بيه، اللي هو صناعه اللعب يعني؟ ما هو خلي بالك احمد عبد القادر بيلعب ناحيه الطرف الشمال وبيميل اكتر انه يعدي من بره او يخش على 18 من جوه عشان يشوف. انت بتتكلم على طاهر؟ لا ما انا لسه ماشي. طاهر بيطلع لك مين اللي هيعمل بلاي ميكر. طاهر نفس الشيء. شريف طبعا بيلعب لقدام عشان هي بين عمرو السوليه اقرب واحد. عمرو السوليه. ثانيا الحاجات هي صناعه معلول بقى. المعلول ساعات احيانا وشريف بيتحرك او طاهر بيتحرك في الناحيه العكسيه بيعرف يحط كور طويله خلف المدافعين او خلف قلب الدفاع. هم دول اقرب اتنين يعني. ديانج ما عندوش قوي حته صناعه اللعب. ديانج قوي، هو بيروح فردي، لكن ما عندوش جزئيه انه بيعرف يلعب الناس يعمل زياده ملعب. هو بيعمل زياده ملعب لكن ما بيعرفش. والسوليه برضو بيعتمد اكتر على الكرات الطوليه العاليه. ما هو انت يعني في التكوين ده هم دول اقرب اتنين ان يقدروا يعملوا اللي هي صناعه اللعب، اللي هو عمرو السوليه لما يتقدم خلف شريف وعبد القادر وطاهر، لان ديانج بيبقى اقرب للدفاع شويه. وعلي معلول زي ما قلنا انه عنده الحاجات القطريه والحاجات اللي هي الطوليه اللي خلف المدافعين، مش ضروري بيوصل على الجنب خالص عشان يعمل العرضيه، يعملها ساعات من مكانه. ايوه. وساعات حتى بيدخل لجوه بيعملها للعمق. صحيح. فدي عايزه رؤيه جيده من طاهر عشان يضرب سعود عبد الحميد او شريف في ظهر السردباكين. فدول اقرب اتنين يعني. صحيح. المشكله النهارده النادي الاهلي لازم حاجتين ثلاثه لازم يعملهم. أيوه. اول حاجه يقلل الاخطاء في الخط الخلفي، ودي كانت مؤثره جدا في ماتش بالميراس. الهدفين صحيح الاهداف بتيجي من اخطاء، بس كانوا خطأين ساذجين يعني، كانت في سذاجه في الخطا، سواء في الجون الاولاني في التغطيه اللي حصلت، او في الجون الثاني في سرعه اندفاع ايمن اشرف في نص الملعب، ورامي ربيعه بعد قوي ما راحش يضغط على الراجل اللي بيشوط اللي هو دودو ده، جاب الجون الثاني. فقله الاخطاء دي مهمه. استغلال الفرص مهم جدا. طبعاً. جدا طبعاً. عشان احنا الماتش فات ضيعنا فرصتين ثلاثه في الشوط الثاني. ثالث حاجه نلعب بسرعه في الارتداد في الدفاع وسرعه في الانطلاق للهجوم. هي دي نقطه كانت مفتقدينها الماتش اللي فات. صحيح. فدي مهمه لان هم عندهم سرعات كبيره. صحيح. فلما نطلع بزياده عدديه لازم ارتدادنا يبقى سريع للدفاع. مظبوط. طيب كابتن عادل، ازاي مستر موسيماني يفرض اسلوبه النهارده ويتحكم في ايقاع اللعب؟ كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما اجي اغير انا كمدير فني، اتكلم على مدير فني الهلال،
فانا افهم انك ممكن تغير في وسط الملعب، في الدفاع، في الهجوم، ممكن تغير. ولكن المعيوف ما شفناش ان هو اشتكى من حاجه، والمعيوف حارس مرمى كبير، حارس مرمى منتخب السعوديه. التغييره دي سببها ايه؟ ما هو برضه خلي بالك محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، ويمكن محمد العويس كان اساسي على المعيوف الاول. محمد العويس ده لعيب الشباب السعودي، وكان انتقل للاهلي، ومن الاهلي للهلال. أيوه. وهو كان الاساسي في اول السنه، والمعيوف لعب، هو قسم معاه المباريات بتاعت كاس العالم. دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، العويس مع النادي الاهلي افضل من المعيوف، لان العويس بيعرف يطلع على الكور العرضيه، بيطلع يمسكها كويس، عنده حته التحرك جوه ال 18 احسن من المعيوف. كويس. ازاي بقى مستر موسيماني يفرض اسلوبه النهارده؟ ثلاث حاجات اتفضل مهمه قوي. اول حاجه اللعبه من ورا ياسر الشهراني، عشان تثبيت ياسر الشهراني. ياسر الشهراني اكتر لعيب في الدوري السعودي وفي الدوريات ممكن حول العالم اللي بيوصل للخط. صح. بيوصل احيانا 825 مره في السنه، ودي احصائيات لما كنت بلعبهم كنت بعملها له. ولكن تفنيشه في اللعب ما بيتعديش مثلا 5%، فينيشنج ضعيف جدا، ولكن كان البريك هو الاعلى. ولكن النهارده الراجل غير، حط البريك بره علشان سعود عبد الرحمن يقابل علي معلول زي ما اتفقت معك، فيبقى واحد تلعب من ورا ياسر الشهراني، لان هو اللي يطلع كتير مع هو الشهراني في الحاله الهجوميه زي علي معلول كده عندنا. ولكن لا، علي معلول بيعمل فينيشنج كويس، الشهراني ما بيعملش فينيش خالص. انا قصدي ان ياسر الشهراني بيطلع على طول. هو انا قلت لك اسرع واحد يخلق فرص ناحيه الشمال، لانه عنده سرعات، عنده تحمل عالي قوي، وبيجري كتير. اما الحته الثانيه سعود عبد الحميد، فسعود بيلعب النهارده علشان يقف لعلي معلول، عشان كراليو يفضى ويلعب ناحيه اليمين. الحاجه الثانيه متعب المفرج، متعب المفرج من اللعيبه مش الاساسيين. يمكن انا اعرف ان الهلال جنسون، وبعدين بيلعب البليه، وبعد البليه جه الكحفري، وبعدين بيلعب متعب المفرج. يمكن متعب المفرج لعيب لسه صغير، انت ممكن تستغله في الحاجات اللي من وراه، لكن سون اسرع واقوى. انت ما تروحش من عند البليهي، اصيب امبارح في التدريب. ما هو الاولاني البليهي، الثاني كان المفروض الكحفري كان بيلعب على البليهي الاول. ولكن البليهي ركب، وبعدين متعب هو اللي جاي، هو الصغير اللي جاي بعد كده. ولكن هو لعب البطوله دي لانه ظهر بمستوى عالي قوي الفتره اللي فاتت. بس ممكن تستغله بالحاجات البينيه. اولا عنده، اقدر اقول لك، حته البطء شويه، سنه بسيطه، ولكن جنسون هو اللي بيعوض. الحته الثانيه بقى المهمه، لو عايز تكسب الهلال لازم توقف محمد كنو، ما يوزعش كتير. ايوه. النهارده ومفتاح لعب. تراقبه كويس قوي في حاجه مهمه. بيطلع قدام. ايوه. يعمل كور ثابته، بيلعب بدماغه كويس، بيباص كويس، بيشوط كويس، هداف كمان، لعيب كبير يعني. صحيح. موسى ماريجا، انا اقول لك لو راح عند محمد عبد المنعم محمد هيوقفه، ولكن محمد عبد المنعم النهارده عنده حاجه اصعب بقى. ايه هي؟ محمد هاني هيبقى قدام شويه. سالم الدوسري من اكتر اللعيبه اللي بتخش لجوه. ايوه. اقرب واحد ليه محمد عبد المنعم، هو الخفيف زيه. بص، تكير النهارده من سالم الدوسري جوه ال 18 بياخد بنالتي كتير قوي. ليه؟ لانه من اسرع اللعيبه اللي ممكن يطمعك في الكوره، وبعدين يزق مره واحده، زي البنالتي اللي جه لمحمد عبد المنعم في الكاس. لا، هو سالم، وبعدين بيعمل اللي معقول. ده مره دخل في ماتش نصر ديربي، دخل لغايه الخط الجون، ورقص الجون على خط الجون بدل ما يحطها وحطها. هو لعيب عنده لا يبقى عالي قوي لا يبقى قليل قوي. أيوة. ولكن النهارده ان شاء الله اتمنى ان شاء الله مستر موسيماني بيخلي باله من موسى ماريجا، اوحش واحد في فرقه الهلال الماتشين اللي فاتوا، لكن من اخطر اللعيبه على الجون، لازم يتمسك كويس باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن بلال، بما ان نتكلم على الشق الهجومي، خلينا اكلمك على الاول على احمد عبد القادر وطاهر محمد. طاهر انت اتكلمت عليهم، هيبقى اكيد لان النادي الهلال بيستخدم الاطراف بكثرة، اكيد ليهم دور دفاعي او مسانده دفاعيه. وازاي مستر موسيماني يستغل مفاتيح اللعب اللي عنده في تطوير الشق الهجومي عن المباراه اللي فاتت، وخصوصا الشوط الاول؟ بص يا كابتن، يعني في الكره دايما في فرقه بتاخد المبادره
وفرقه بتدافع تمام. الفرقه اللي بتاخد المبادره دايما بيبقى عندها مشاكل في الناحيه الدفاعيه حتى وان كانوا عندهم تنظيم. ده عرف في كره القدم. انا النهارده بهاجم فطبيعي طالما انا بهاجم يبقى في عندي الباكات خارجه النهارده في عندي مساحات بالظبط. ده وضع حتى النادي الاهلي لما بيلاعب فرقه اقل منه بيهاجم بيبقى عندك مساحات ورا ده صح تمام. فالنهارده مهم جدا 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 انك تشتغل على المساحه. كابتن وسام قال كلمه حقيقه عجبتني جدا، قال المباراه اللي فاتت تمام كنا بندافع كويس لكن النقله بتاعه الدفاع دي الاهم. انك تدافع كويس دي حاجه مهمه جدا، انك تكون منظم دفاعيا دي حاجه مهمه جدا، لكن النقله اللي بعدها دي اللي ممكن تمثل خطوره على فرقه الهلال النهارده. هو الهلال اكيد نازل وعارف انه عنده 8 لعيبه جداد محترفين ارقام كبيره جدا، عارف ان هو مثلا الاكثر تسويقي يعني كل الحاجات دي اكيد هم حاطين حساباتهم ونازلين يلعبوا النادي الاهلي، فبيقول لك احنا هنبتدي الجيم بنهاجم. ده شيء جيد انك انت تقابلهم من ثالث ملعب او انك تدافع دفاع منطقه في نص ملعبك، لكن الاهم من كده ازاي تقدر تستغل المساحات اللي ورا المدافع. مظبوط. النهارده كابتن عادل قال ان عندك السعودي عبد الحميد لعيب يعني مش الاساسي، فده ممكن يكون معناه ان ممكن يكون عنده بعض من القلق والتوتر شويه النهارده. كذلك متعب. وكذلك متعب يعني هي الجنب الشمال، فمطالب من لاعبتنا اللعيب يعني اللعيب اللي هيلعب عليه احمد عبد القادر. احمد عبد القادر عنده مهاره وعبد القادر عنده سرعه وبيفكر كويس، ممكن في بدايه الماتش يعني زمان كنا بنقول لك اختبر اللعيب اللي قدامك، شوف هو اللي بيترقص هل هو اسرع منك. يعني مهم جدا في بدايه الماتش انك تروح واحد ضد واحد، لو رحت واحد ضد واحد في الحالات اللي زي كده ممكن تقلقه تسبب له توتر اكتر، ما تخرجه بره الجيم ما يخشش في الجيم بشكل كبير. لكن اللي انا عايز اقوله برضو انك انت لازم تستغل المساحات اللي هتتواجد النهارده، بالتالي اكيد في مساحات هتبقى موجوده النهارده ورا ظهر لعيبه الهلال. الباكين عندهم بيهاجموا بشكل كويس، فانت ممكن تستغل ورا الباكين بشكل جيد. لو اشتغلنا على هجمه منظمه هجمه مرتده منظمه ممكن نسجل اهداف النهارده. الثلاثي الامامي للنادي الاهلي عندهم سرعات، مفيش حد عنده بطء، مفيش حد بيحب يمسك الكره تحت رجله كتير. صحيح. الا في التلت يعني الا في نص ملعبنا عبد القادر الوحيد اللي ممكن يعمل دي، وبيروح وعنده مهاره بيعرف يعدي بشكل كويس. لكن لما توصل لما تعدي نص ملعب الهلال لازم تستغل السرعات بتاعتك. صحيح. العرضيات مهمه جدا والتكمله العرضيه مهمه جدا من الهاف العكسي بتاعك. مهم ان يكون موجود في ال 18. لو اشتغلت بالشكل ده كويس اعتقد ممكن تتاح للاهلي فرص النهارده للتسجيل باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.